مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. طبعا حلقة اليوم غاية في الأهمية من ضمن الحلقات العديدة على مدار الأسبوع الحالي المليء بالأحداث الكبيرة، وكلام هيكون كتير جدا من خلال حلقة اليوم وأخبار مهمة بتخص النادي الأهلي بشكل عام. خليني أقول لحضراتكم كمان الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيكون ضيفنا العزيز الأستاذ سعيد علي الناقد الرياضي، وهنتكلم معاه باستفاضة في بعض الأمور الهامة. في البداية بس أنا عايز أعزي في وفاة عمرو فهمي سكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي وفاته المنية من دقائق. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان عن عمر يناهز، طبعا توفى عن عمر يناهز 37 سنة، ربنا يا رب يرحمه. طيب أهم العناوين نروح نشوفها يلا. اجتماع طارئ لمجلس الأهلي لبحث قرارات لجنة الانضباط. الفريق الأول يختتم استعداداته لمباراة القمة. وفد من فيفا يصل غدا لمناقشة انتخابات الجبلية واللائحة الجديدة. وهازارد يغيب 9 أسابيع عن ريال مدريد بسبب إصابته في الكاحل. طيب الواضح كده ان الايام دي يعني ايه احداث غريبه، وللاسف للاسف احنا في استمرار لمسلسل سوء الاداره في الكره والوسط الرياضي تحديدا الكره المصريه. يعني قرارات كلها غريبه ما فيش ليها اي معايير واضحه، يعني في الحقيقه كلام كتير جدا مهم هنتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي. يعني بصراحه امبارح طبعا طلعت قرارات لجنه الانضباط، طلعت الساعه 12 بالليل كده بعد ما الناس تنام، يعني عشان ايه الدنيا تهدى، يعني الدنيا تبقى هاديه كده، فنطلع قرارات الساعه 12 12 ونص بالليل كده تكون الناس نامت ومفيش اي ردود افعال سريعه وكلام من ده. القرارات غريبه، احنا مع العقوبات، مع ان يبقى في قرارات فيها عقوبات وكلام من ده، لكن لازم وانت بتدي عقوبات او بتدي قرارات معينه ما تعملش توازنات، خصوصا ان حتى التوازنات ما عرفوش يعملوها. فانا عايز اتكلم بالتفاصيل مع حضراتكم بخصوص القرارات، بس في الاول انا عايز اسال سؤال واضح. هل في لائحه في الدنيا في كل الاتحادات في الدنيا بتقول ان في عقوبه اسمها ايقاف اللاعب لنهايه الموسم؟ هل ده موجود؟ طب انهي موسم؟ طب هو الموسم بيخلص امتى؟ ده الموسم اللي فات هنا في مصر لسه خلصان اول امبارح يوم 20 بماتش السوبر، هو ده الموسم. هل احنا عندنا مواعيد واضحه للموسم ينتهي امتى؟ انا اللي اعرفه انه ممكن ايقاف شهر شهرين ثلاثه سته الكلام من ده، لكن موضوع نهايه الموسم ده حاجه غريبه، حاجه جديده بصراحه. وحاولت اراجع على لوائح كتير، ما فيش اي لائحه بتقول ان في حاجه اسمها الايقاف لنهايه الموسم، يعني وخصوصا ان احنا عندنا المواسم بتخش في بعضها، كل المواسم كده الموسم ممكن تلعب موسم جديد والموسم القديم لسه ما خلصش. فايه المنطق في كده؟ الجزئيه الثانيه اللي لازم جمهور النادي الاهلي يكون واعي ليها بشكل كبير قوي، ان انت دلوقتي بيتم دفعك للانسحاب من بطوله الدوري. هي الناس عايزه كده، لازم تبقوا واخدين بالكم كجمهور النادي الاهلي، وانا عارف ان جمهور النادي الاهلي واعي جدا للجزئيه دي. احنا نزنق النادي الاهلي في بعض القرارات عشان النادي الاهلي يطلع بقرار بقى ايه انسحاب. ليه؟ لان النادي الاهلي متصدر بطوله الدوري بفارق كبير من النقاط وهو الاقرب لحسم البطوله، وده امر واقع. فاحنا لازم ناخد بالنا من الحته دي، مش عايزين احنا بانفعالاتنا بدقتنا على القرارات وعلى نادينا، وده امر طبيعي جدا ان احنا ندفع مجلس اداره النادي الاهلي او ان احنا نضغط بشكل او باخر بخصوص انسحاب الاهلي من الدوري وكلام. الكلام ده مش هيحصل، الكلام ده صعب يحصل، فدي جزئيه ايضا غايه في الاهميه. تعالى لي بقى ايه لحيثيات القرارات، لان الحيثيات كلها في الحقيقه كلها ايه متناقضه غريبة جدا يعني، فيا ريت يا بيبو تعرضها لي جنبي هنا على الشاشة. لأن في الأول بيقول لك إيه؟ القرارات طبعا أنا مش عايدة على حركتكم عارفينها، يعني حركتكم خلاص تبعتوها وقريتوها كتير وعارفينها. توجه بالنسبة طبعا أولا محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي. توجه متعمدا نحو اللاعب عبد الله جمعة، ركز معايا. وتعدى عليه بالضرب مما أدى إلى حدوث الاشتباكات، وكان هو المتسبب الرئيسي في أحداث المباراة.
التي أظهرت الرياضة المصرية بشكل يخالف السلوك الرياضي القويم والروح الرياضية. يعني السبب في الأزمة دي كلها مين؟ كهربا. دي الحيثيات اللي بتقول كده، اللي خرجت من ساعة تقريبا. وكمان عمل إيه؟ دفع الحكم بعد قرار الطرد متعمدة الاستمرار في سوء السلوك والاندفاع نحو لاعبي الزمالك أثناء احتفالهم والتعدي عليهم بالضرب. يعني كهربا خد بعضه كده ولاعيبة الزمالك بتحتفل مع جمهورها، ركز، مع جمهورها، فهو من نفسه كده خد بعضه من نفسه، يلا بقى تعالى انا نروح اضرب هو ده معنى الكلام كده. تعالى لي بقى على طول خامسا، انا عايز بقى اروح على عبد الله جمعه قبل ثانيا وثالثا ورابعا في الحيثيات. خامسا بقى قال لك ايه على عبد الله جمعه؟ قال لك توجه مسرعا عقب احراز هدف الفوز متعمدا الى جماهير الاهلي للاحتفال مما ايه؟ اثاره. هو اللي اثار جماهير الاهلي. طب يا جماعه، ما هنا في تضارب في الحيثيات. يعني مين اللي ابتدى؟ مين اللي اثار؟ حضرتك اولا جبت لي كهربا في الاول كده، قلت لي كهربا هو اللي اثار. وقلت لي لو في قرار كهربا ان كهربا راح قال عبد الله جمعه اللي هو في خامسا قال لك ايه؟ اثار جمهور الاهلي. يبقى مين اللي ابتدى؟ مين اللي اشعل الازمه؟ مين اللي استفز؟ مين اللي دفع كهربا وبعض زملاء كهربا او اللي حصل يعني في الخناقه ان هم يروحوا يحوشوا عبد الله جمعه، يبعدوه عن جمهور الاهلي؟ وده امر طبيعي. مش طبيعي الضرب والكلام اللي احنا شفناه طبعا، احنا كلنا ضد الكلام ده عشان نبقى منطقيين مع بعض مع حضراتكم. لكن لما تيجي تسرد الامور لا، لازم تحط كل حاجه في وضعها الحقيقي، في مكانها الصحيح. اللي ابتدى. ومن الاخر يا جماعه، من الاخر، واضح ان الانتماءات غالبه جدا. الانتماءات غالبه جدا على المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم مع مختلف اللجان. بدليل ايه؟ بدليل عدد من اللقطات، عدد من الصور اللي احنا شفناها. يعني لما تيجي كده تشوف رئيس اللجنه الخماسيه ازاي كان بيستقبل لعيبه نادي الزمالك بعد الفوز باللقب، وازاي كان بيستقبل لعيبه النادي الاهلي. بص بقى اللقطه دي كده معايا. بص، ارجع. لا ارجع، هو بيسلم كده على الكهرباء ليه؟ بص ايده، لمسه وزقه. لمسه وزقه. بص اهو. طب انت حضرتك بتسلم على الكهرباء كده ليه؟ عشان ساب فريق منافس وراح للنادي الاهلي؟ عشان حضرتك مش قادر تنسى انتمائك؟ حضرتك مش قادر تنسى انتمائك لفريق معين؟ وبالمناسبه مش عيب انك تبقى منتمي، لكن العيب انك ما تبقاش محايد وانت في المركز ده، وانت في مكانك ده، وانت في موضع المسؤوليه دي. هو ده العيب. لكن ايه الطريقه دي؟ ده انت واقف على منصه التدوير. بص بقى حبيبي يا شيكابالا، بالحضن وبالبؤس. ما عنديش مشكله برضه، ما عنديش مشكله على فكره، بس في نفس الوقت هرجع لنفس النقطه. ها، ان انت دلوقتي رئيس اللجنه الخماسيه، يعني رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. في لقطه في الممر كمان يا جماعه، ليه تجيبها لي؟ تمام، المفروض يبقى انت زي ما هتسلم هنا تسلم هنا. لو في حفاوه هنا تبقى الحفاوه موجوده هنا. لو انت مش هتسلم بحفاوه هنا ما تسلمش كمان بحفاوه هنا. دي اللقطه بقى اللي في الممر. بص، ده بعد بقى ما شيكابالا عمل اللي عمله. وخلي بالك، يعني بعد ما شيكابالا، يعني الصوت ينفع نشغل الصوت ولا ما ينفعش؟ قولوا لي. ما ينفعش. طيب، ترحاب شديد وعلاقه وطيده جدا، علاقه وطيده جدا وصداقه معروفه من زمان من رئيس اللجنه الخماسيه مع لاعب نادي الزمالك ولاعبي نادي الزمالك بشكل عام. فموضوع غريب جدا، موضوع غريب جدا. ده الصوت جبته لي، علي كده. يقول له وش حلو. أكيد حضراتكم سمعتوا، يعني وشي حلو عليكم، صح ولا لا؟ هو بيقول كده، مع الاحترام والتقدير لشخصه على فكرة، لكن هو بيقول له كده. وشي حلو ولا لا؟ وشي حلو عليكم ولا لا؟ طبعا وشك حلو. حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا. الانتماء غالب، امر واضح وضوح الشمس. تعمد عقاب كهربا بهذا الاسلوب موضوع غير منطقي.
تعالي لي بقى في جزئيه شيكابالا اللي هو ايه رابعه في الحيثيات. قال لك قام بافعال هتهالي بيه واعرضها للمشاهدين، قام بافعال وسلوك رياضي مشين، يعني انت معترف اهو سلوك رياضي مشين، وتصرف غير لائق يسيء لجماهير النادي المنافس، تمام، ردا على سباب وهتافات جماهير النادي الاهلي له اثناء احتفاله بفوز فريقه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، يعني شيكابالا الاول راح احتفل مع جمهور الزمالك وبعد كده راح جمهور الاهلي في عز الاحتفالات دي شتم شيكابالا، بعد كده راح شيكابالا واخد بعضه لما جمهور الاهلي شتمه راح عمل اللقطات المشينه دي. احنا بقى تقريبا كنا بنتفرج على ماتش تاني تقريبا، او كنا بنتفرج على لقطات تانيه. الموضوع غريب جدا يا جماعه، الموضوع غريب. طيب يقول لك اصل ايه بخلاف بقى الموجود في الحاسيات، ما هو سيميوني وكريستيانو رونالدو عملوا كده. طيب لو حضرتك شايف ان العقوبه مش يعني قرار ما يستحقش العقوبه، لا ما تعجبوش. لو كريستيانو رونالدو وسيميوني عملوا اللقطه دي في ماتش من ماتشات اتلتيكو مدريد ويوفنتوس مع وضع في الاعتبار فارق الثقافات وفارق العادات والتقاليد هنا وهنا، تمام، وشايف ان الامر طبيعي، شايف ان الامر طبيعي، دي واحده يا جماعه بعد اذنكم، دي واحده، هل انت شايف ان ده امر طبيعي؟ ان لو ده امر طبيعي خلاص بتعاقبوا ليه؟ ما تعاقبوش. لو ده امر طبيعي بدليل اللي حصل من كريستيانو رونالدو وسيميوني، لا ما تعاقبوش بقى. طب لو شايف ان ده امر مشين زي ما انت قايل كده في الحيثيات، يبقى 8 ماتشات ده كافيه؟ 8 ماتشات كافيه لامر مشين زي ده؟ هل ده منطق؟ لا، انا هقول لحضراتكم بقى الاصح ايه. الاصح ان هي دعوه، الواضح كده ان هي دعوه من المسؤولين عن الكوره في مصر لكل اللاعبين، تمام، لما حد يشتمك في الملعب ما عنديش مشكله روح اعمل اللي عمله شيكابالا، هوقفك 8 ماتشات بس، هوقفك 8 ماتشات بس، ما عنديش مشكله، انت ايه كده بتدعي كل الناس يا هم يعملوا كده، خلاص الموضوع عادي. اللي عمله شيكابالا ده عادي، 8 ماتشات بس. في المقابل في المقابل كهربا اللي اتطرد ايقاف لاخر الموسم. انهي منطق يا جماعه؟ انهي حياديه في القرارات دي؟ الموضوع فوق كل الحدود في الحقيقه، يعني الواحد مش لاقي حاجه ثانيه اقولها بصراحه. احنا مكسوفين اولا، مكسوفين اولا من المنظر اللي احنا شفناه بعد الماتش كصوره للكره المصريه. لكن لازم وانت بتيجي تعاقب تدور على اللي تسبب في الازمات دي وفي المظهر السيء ده والصوره اللي اتنقلت عن الكره المصريه بالشكل ده. اسرد المواضيع بترتيب، لما هتسردها بترتيب الاحداث هتعرف مين المتسبب. ده التعنت واصل لان هو حط لك اول حاجه في الحيثيات كهرباء، ما حطش في الاعتبار مين اللي دفع كهرباء ان هو يصدر منه تصرف او شيء، يعني او ان هو يروح يحش زمايله. طب لقطات زي دي ده ايه؟ يعني حازم امام رايح اهو واحد بيلعب اوت راح زقه وقعه في الارض. انا غريب كمان الحكم بالنسبه لي بصراحه في الحاجات دي، يعني غريب جدا. دي ايه؟ مش اثاره للجماهير؟ مش اثاره للاعب كهربا؟ مش تعمد من حازم امام؟ ايه ده؟ يعني ايه لازمتها من حازم امام ده؟ يعني احنا بنلعب كوره دلوقتي، واحد لعب رامي التماس، انت رايح تزقه ليه؟ ايه الغل ده؟ كل ده عشان كهربا راح الاهلي يا جماعه؟ طب ما هو ياما لعيبه من الاهلي راحت الزمالك. ياما لعيبه من الاهلي راحت الزمالك. موضوع غريب جدا. والامر بصراحه بقى صعب صعب للغايه، يعني مش عارفين الامور هتمشي ازاي، لكن دايما لما يبقى في قرارات لازم ان انت تراعي مبدا الحياديه، ولما تيجي تحاول تعمل توازنات لو ما عرفتش تعملها يبقى تشوف مين اللي يستحق ان هو يتعاقب الاول، وتشوف مين اللي يستحق اقصى عقوبه واللي يستحق اخف عقوبه. طيب من ضمن طبعا الحيثيات كمان، قال لك احمد زاهر اداري الزمالك ده عمل ايه؟ دفع وليد سليمان لاعب الاهلي ارضا اثناء قيام الاخير بفض الاشتباكات ومنع اللاعب كهربا من الاستمرار في اعتداءاته. يا راجل
يعني هو الراجل ده راح منع بس كهربا ان هو يستمر في اعتداءاته. لا هو يا جماعه بصوا الصياغه بتاعت الحاجه يعني كلها واضح ان المتعم يعني المقصود كهربا. وقال لك ايه اشتباكه مع لعيب الاهلي والتعدي بالضرب على كهربا، الله هو كان بيمنع كهربا ولا كان بيضربه؟ يعني هو فوق قال لك ايه؟ هاتها تاني يا بيبو كده. وليد قام بدفع وليد سليمان لاعب الاهلي ارضا. تمام؟ اثناء قيام الاخير بفض الاشتباكات. ومنع اللاعب، بص بقى، منع اللاعب كهربا من الاستمرار في الاعتداءات. يبقى احمد زاهر ده منع كهربا في الاستمرار في الاعتداءات. والسطر اللي بعديه اشتباكه مع لعيب الاهلي والتعدي بالضرب على اول واحد كهربا. يعني هو بيقول لك هو منع كهربا وبعد كده ضربه، او منع كهربا وفي نفس الوقت ضرب كهربا، ووليد سليمان وحسين الشحات واحمد الشيخ لعيب الاهلي، مما سبب مزيدا من الاحتكار. طب هل ده ما يستحقش الشطب اساسا، خصوصا ان دي مش اول مره منه؟ اهو هو بيقول لك مش اول مره، سبق معاقبته في مواقعه او في واقعه مماثله في ذات الموسم الرياضي. امام عاشور اللي اتعرف، يعني امام عاشور ده اللي اتعرف بعد العقوبات دي، يعني الناس عرفت اسم امام عاشور بعد الاحداث، يعني ما حدش كان عارف مين. قيامه بركل وليد سليمان لاعب الاهلي بالقدم بشكل مهين بعد سقوطه أرضا أثناء محاولته فض الاشتباكات بين لاعبي الفريقين. ماشي. ياسر إبراهيم وأجاييه لاعب الأهلي حاول إثارة جماهير الزمالك بتصرفات وإشارات تخالف الروح الرياضية. بن شرقي عقوبة عادية، هو ما معلوش عقوبات، يعني هو إنذار في الماتش. والأهلي والزمالك بسبب إن المسؤولين ما حاولوش يسيطروا على اللعيبة في إثارة الجماهير وكلام من ده. قوات في الحقيقه غريبه جدا جدا من الاتحاد المصري لكره القدم، من لجنه النباط تحديدا. اه طبعا في استئناف، لكن في كل الاحوال واضح جدا واضح جدا الميول والانتماءات في العقوبات دي واضحه قوي. يعني ما عرفتش اوقف كهرباء عن طريق الاتحاد الدولي او عن طريق اي امور اخرى، خلاص انا جات لي فرصه ان انا اوقف كهرباء. بالمناسبه والله يا جماعه احنا ما عندناش مشكله ان اللي غلط يتعاقب، بس العقوبه كل عقوبه على قدها. ما تجيش تعاقب لي كهربا لاخر الموسم ولاعب عمل فعل مشين تعاقبه 8 ماتشات. لو تفتكروا قبل كده في 2001 نهائي كاس مصر سمير كمونه وفي غزل مباراه غزل المحله، والمباراه دي للاسف اللقطه بتاعت سمير كمونه ما حدش شافها، شافها الحكم بس تقريبا. ايه اللي حصل؟ سمير كمونه توقف سنه وحاجات، يعني كان فعل مشين كده، ما يفرقش كتير عن فعل شيكابالا. فانا هسيب لحضراتكم التعليق، يعني احنا علقنا بما فيه الكفايه. طيب ده فيما يتعلق بالعقوبات. اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ لحد دلوقتي المباراه في ميعادها، مباراه الاهلي والزمالك بكره. ففي حدثين مهمين جدا بالنسبه لي في النادي دلوقتي. الحدث الاولاني ان في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي علشان يشوف العقوبات دي وازاي هيتم التعامل معاها. الاجتماع ابتدى في هذه اللحظات، ابتدى بالظبط الساعه 5 من تلت ساعه. الحدث الثاني طبعا بمجرد ما تخرج قرارات مجلس اداره النادي الاهلي في اي وقت في اي لحظه احنا موجودين كده مع حضرتك وهنقولها لحضرتك على طول. الحدث الثاني ان في مران رئيسي واخير بالنسبه لفريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه الغد امام نادي الزمالك في بطوله الدوري. فاحنا هنتابع كل هذه الامور لحظه بلحظه مع حضراتكم. ده فيما يتعلق بالقرارات والحيثيات، وللاسف داخلين نفق مظلم، وللاسف من سوء لاسوأ الكره المصريه، الاداره بالتحديد، الاداره الكره المصريه من سوء لاسوأ، واعتبارات كتير جدا ما بيتمش وضعها في الحسبان. يعني لو يا ريت يا جماعه تجيبوا لي فاروق صلاح عشان نطمن منه اللي بيحصل في النادي دلوقتي، ونعرف موضوع التمرين، ونعرف كمان اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. في اخبار كتير محليه معايا واخبار كتير عالميه، بالتحديد فيما يتعلق بالاخبار المحليه. الكلام كله يعني على موضوع ايه؟ موضوع عقوبات السوبر والقرارات يعني اللي خرجت واحنا اتكلمنا فيها مع حضراتكم. وفيما يتعلق بمباراه الاهلي والزمالك بكره 15 مشجع للاهلي والزمالك في مدرجات القمه، 15 هنا و15 هنا مش اكتر من كده. تمام؟ بس يعني ده فيما يتعلق بالاخبار المحليه. في كل الاحوال يا جماعه احنا للاسف عايزين نخرج من القصص دي، وعايزين نخرج من الازمات اللي بتمر بيها الكره المصريه. وعمر ما الامر هيتصلح
او الامور تمشي في المسار الصحيح الا لما يبقى فيه حياديه في القرارات. يا فرحتي انت طلعت لي قرارات قويه جدا تمام، لكن من غير حياديه عشان يبقى اسمي ايه؟ اسمي انا طلعت قرارات رادعه، انا عملت اللي عليا. لكن للاسف للاسف مش اللعيبه بس اللي بتثير الجماهير، مش اللعيبه بس اللي بتشحن الجماهير، لا الواضح كمان ان المسؤولين بيعملوا كده من خلال قراراته، من خلال انتماءاته ورغباته، وزي ما انت عايز تقول قول. ماشي، تعالوا نشوف اخبار الاهلي في صحف النهارده. يلا الاهرام، مقصله العقوبات تنتظر لاعبي الزمالك والاهلي بعد شغب السوبر، غياب مراقب الحكام علامه استفهام، والجنايني اكتفى بجبر الخواطر، الاهلي يرفض مساواه ما حدث من لاعبي الزمالك بدفاع وليد واجاير الشيخ عن انفسهم. الاخبار، القضبان من النار للنار، الخبراء تاجيل القمه واجب وطني، واتحاد الكره متعنت. المساء، في القمة في موعدها غدا، اتحاد الكرة رفض التأجيل وجيدي ناس الليتواني حكما للمباراة. المساء، الأهلي جاهز للقمة، فايلر مواصلة الفوز في الدوري ضرورة أو ضرورة للحفاظ على الصدارة. الشروق، فايلر يجري تغييرات على تشكيل الأهلي أمام الزمالك اتجاه لعودة فتحي وسليمان ومروان محسن وتغليظ العقوبة المالية على كهربا. الدستور، الخطيب يدعم لاعبي الاهلي قبل الديربي ورمضان صبحي جاهز، فايلر يتجه لاعاده فتحي ومروان لتشكيل القمة. طيب اخبار الاهلي في الصحف، الكلام في ايه؟ يعني معظم طبعا او كل صحف النهارده ما اتكلمتش على العقوبات، لان كانت طبعا دي من العقوبات خرجت زي ما تحركوا كده والناس نايمه بالليل يعني. فالاهرام بتتكلم على ان في مقصله عقوبات في بخصوص لاعبي الاهلي والزمالك، واحنا استعرضناها مع حضراتكم قلنا العقوبات ايه وحيثياتها ايه والمنطق ايه. غياب مراقب الحكام علامه استفهام، وده امر غريب جدا لان هو في الحقيقه الراجل كان مشغول عنده مهمه تانية بيقوم بيها، مش فاضي يعني، هو مش فاضي. والجنايني اكتفى بجبر الخواطر، يا ريت جبر الخواطر، لا ده هو فرق في التعامل مع لاعبي الفرقتين وحط انتمائه رقم واحد في ادارته. الاهلي يرفض مساواه ما حدث من لاعبي الزمالك بدفاع وليد واجاي والشيخ عن انفسهم. انا مش هتكلم فيما يخص قرارات مجلس اداره النادي الاهلي ايه اللي هيحصل، لان احنا في اللحظات دي في اجتماع مجلس اداره هنشوف قراراتهم ايه، هيقولوا ايه وهنقوله لحضراتكم كل هذه القرارات. انا ما عنديش تعليق اقوله بخصوص مجلس اداره، طبعا مجلس اداره هو اللي يطلع القرارات. طيب خلينا نروح لفاروق صلاح الاول ونكمل اخبارنا. يا فاروق مساء الخير. مساء النور عليك زميلي امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا فاروق، ابتدي معايا باجتماع مجلس الاداره، ايه الاخبار عندك؟ يعني خليني اقول لك امير، يعني قبل ما نتكلم على اجتماع مجلس الاداره، المران الفريق النهارده استعدادا لمباراه الدوري امام فريق. انا هتكلم معاك عن المران يا فاروق، ابتدي بس معايا بالاجتماع لان ده الحدث الاهم بالنسبه لي دلوقتي، ايه اللي حصل؟ الاجتماع ابتدى ولا لا؟ الكواليس ايه يعني؟ يعني خلال دقائق قليله يا امير هيبدا اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي ابتدى توافد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، ومنذ قليل كان حضور الكابتن محمود الخطيب يترأس اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. يعني زي ما قلت لك خلال دقائق هيبدا اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي لمناقشه القرارات اللي تم اظهارها من لجنه الانضباط او من اتحاد الكره. يعني هنشوف مع مجلس اداره النادي الاهلي يشهر عن ايه، هيتم اتخاذ القرارات اللي هيتم اتخاذها اكيد يعني هنتابع من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي وقت صدور هذه القرارات. زي ما قلت لك ان توافد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب جميع وايضا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، الجميع متواجد الان في غرفه الاجتماعات لمناقشه هذه الامور يا امير. طيب فيما يتعلق بالمران،
فيما يتعلق بالمران، يعني ايضا الكابتن محمود الخطيب كان متواجد في المران النهارده لمؤازرة ومساندة لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني. مستر ريني فايلر يعني فارض حاله من السريه والاغلاق التام على المران لكافه الوسائل الاعلاميه، وسائل المصوره مقروءه، كل الامور مقفول تماما، غلق تام للفريق ومرانه النهارده في حاله من التركيز، بتفرض نفسها على اللاعبين وعلى الجهاز الفني. الجهاز الفني تقدر تقول امير برضه قدر ان هو يحاول يعيد يعني تشكيل او صياغه بعض المراكز للاعبين خلال المباراه القادمه، تحسبا ل يعني عدم الاستعانه ببعض اللاعبين اللي تم ايقافهم. لكن نقدر نقول ونطمنك ايضا على لعيب النادي الاهلي، اللعيب ان شاء الله لعيبه النادي امر مقدر المباراه، الجميع بينتظر اللقاء. ويعني برضه كامير متابع من خلال اتحاد الكره المصري من احد المصادر ان مفيش اي شيء بيمنع اقامه المباراه، وتم وصول اختيار من الامن بالموافقه على اقامه اللقاء، وليس هناك ما يمنع من اقامه المباراه. الفريق النادي الاهلي بعد عقب نهايه المران امير، الفريق هيتوجه للمعسكر للدخول في المعسكر لمباراه الزمالك. هي الاخبار كانت خارجه، يعني في بعض الاخبار بتقول ايه ان الاحتمال يتم تاجيل اللقاء يا فاروق. انت من مصادرك او من كلامك معايا دلوقتي بتقول ان المباراه في ميعادها من خلال تواصلك مع احد مسؤولي اتحاد الكره، صح؟ بالظبط يا امير. احد المسؤولين والمصادر في اتحاد الكره المصري يعني باللفظ كده قال تلقينا اختيار من الامن بالموافقه على اقامه المباراه، وليس هناك ما يمنع من اقامه المباراه. طيب لعيبه النادي الاهلي وجوههم انت شايف تعابيرهم ايه في التدريبات؟ هل التركيز كله منصب على المباراه، ولا اللي بيحصل في الساحه الرياضيه دلوقتي ممكن يشتت الاذهان شويه؟ اوصف لنا يعني. بص يا امير، الكم الخبرات اللي بيتمتع بيه لعيب النادي الاهلي وكم المواقف النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي وقفت على منصات التتويج كتير، فكونك ان انت توصل لمنصه التتويج اكيد انت اتعرضت على كثير من الامور، فعندك الكم الكافي من هذه الخبرات للتعامل مع هذه المواقف وغيرها. وقوفك على منصه التتويج والبطولات اللي انت خدتها ادت لعيبه النادي الاهلي حيز كبير جدا من الامور ان انا اقدر اتعامل مع اي ظرف. فانت تشوف لعيبه النادي الاهلي ولا يعني في تركيز تام في المباراه، لعيبه النادي الاهلي منفصله تماما عن ما يدور من احداث، عن ما يدور من قرارات. اللعيبه يعني يشعرهم حاجه واحده، اي 11 لاعب هيكون موجود في ارض الملعب، موجود بفلان او موجود بكذا او موجود كذا، اي 11 لاعب يلبس قميص النادي الاهلي ويرتدي قميص النادي الاهلي هيكون قادر ان شاء الله في هذا اللقاء على اسعاد جماهير النادي الاهلي وتحقيق 3 نقاط في مشوار النادي الاهلي في الدوري. زي ما قلت لك يا امير، في حاله من التركيز، لعيبه الجهاز الفني ايضا فارض حاله من زياده التركيز على اللاعبين، في حاله من الحماس عند اللاعبين ايضا من اجل مصالح جماهير النادي الاهلي في هذا اللقاء. كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه يعني زي ما قلنا لك يا امير على يعني في انتظار لهذا اللقاء. اتمنى اللقاء ان شاء الله يبقى لقاء مميز لعيبه النادي الاهلي، ولقاء زي ما يعني متعودين يا امير من خلالنا ومن خلال قناه النادي الاهلي، نتمنى اللقاء يخرج في اطار من الروح الرياضيه. ده اهم شيء، يعني ده اهم شيء، واحنا كلنا بالنادي بكده دايما، لان في الاخر يعني يا فاروق، واكيد كل جمهور الكره المصريه عارف كده كويس، ان دول لعيبه منتخبات، يعني الناس دول مع بعض في المنتخبات دايما، فاكيد العلاقات ما بينهم تبقى كويسه، وبتبقى حماس ملعب وشده وكلام من ده. لازم ان احنا يعني نعدي الامور دي كلها، لكن المفروض نضع كل شيء في وضعه الطبيعي. انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي كان معانا في مداخله، منتظرين منه قائمه الفريق استعدادا للمباراه غدا ان شاء الله، القائمه اللي هيعلن عنها مستر ريني فايلر، ومستنيين كمان قرارات مجلس اداره النادي الاهلي على مدار الحلقه، والاجتماع في هذه اللحظات اكيد بيبتدي زي ما بيقول لنا فاروق صلاح. طيب احنا هنبقى معاكم لحظه بلحظه في اي شيء يخص النادي بشكل عام، سواء مجلس اداره او فريق الكره، وكل جديد هنقوله يعني. تعالوا نروح لجريده الاخبار، دي لقطات من ايه؟ لقطات من حضور اعضاء مجلس الاداره للاجتماع، وهم داخلين دلوقتي يجتمعوا في قاعه مجلس اداره النادي الاهلي، قاعه صالح سليم، والكل موجود، كل الاعضاء موجودين، واكيد هيكون في قرارات مهمه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي خلال يعني ممكن نقول ايه يعني ساعات، يعني الله اعلم الاجتماع هيمتد لحد امتى، لكن هنشوف القرارات هتبقى عباره عن ايه. واللي احنا متاكدين منه يا جماعه ان الناس دي بتفكر في مصلحه النادي الاهلي، وهو مش مجرد كلام وخلاص، لا دي حقيقه. القرارات الرسميه اكيد هتبقى من خلال
قناه النادي الاهلي هنا، ما تصدقوش اي تسريبات غير لما تخرج القرارات الرسميه، يعني ده امر مهم جدا. طيب نكمل اخبار الاهلي في الصحف ونروح لجريده الاخبار. وجريده الاخبار بتقول ايه؟ ان الفرقتين الاهلي والزمالك من النار للنار، قصدهم يعني المباراه الاولى كانت مباراه ناريه والمباراه الثانيه هتبقى مباراه ناريه. يعني يا جماعه احنا عايزين مباراه ناريه في كره القدم، في الفنيات، مش عايزين اي انفلات او اي امور تحصل من اللاعبين زي اللي حصلت الماتش اللي فات. الخبراء تاجيل القمه واجب وطني، ومش الخبراء كلهم، يعني في خبراء بيقولوا ان المباراه لازم تتلعب في ميعادها، وفي خبراء بيقولوا الافضل ان هي تتاجل عشان المواجهات الافريقيه للاهلي والزمالك يعني. لكن المباراه في ميعادها يا جماعه، والفرقتين بيستعدوا لخوض اللقاء. يعني اتحاد الكره متعنت، اتحاد الكره عليه علامات استفهام كتير في الحقيقه. تعال نروح للمسا، واللي بتاكد ان القمه في ميعادها غدا، وان اتحاد الكره رفض التاجيل، وكمان تم الاعلان بالامس على الحكم الليتواني للمباراه. وانا في الحقيقه اول مره اعرف ان ليتوانيا فيها كوره تقريبا، او عشان ابقى برضه صريح مع حضراتكم، اول مره اعرف ان ليتوانيا فيها كوره لما حمدي النجاز اللي هرب من الزمالك راح هناك يعني. فمش عارف مستوى الحكم هيبقى ايه، غريب بالنسبه لي موضوع ليتوانيا ده، لكن هنشوف، ممكن يكون حكم كويس في الاخر يعني. تعالوا نروح للمسا، والاهلي جاهز للقمه. طبعا الاهلي جاهز، التركيز كله على المباراه بالنسبه للاعبين والجهاز الفني، وكل حد في النادي الاهلي او كل مسؤول او كل من يمثل النادي الاهلي عارف دوره ايه وعارف واجبه ايه. اللعيبه والجهاز الفني عارفين هم دلوقتي المطلوب منهم ايه، التفكير في المباراه فقط لا غير. المسؤولين في النادي الاهلي التفكير في مصلحه النادي والرد على القرارات الغريبه، الرد على القرارات الغريبه واللي اغربها في الحقيقه موضوع كهربا ده. فكل واحد عارف واجباته ودوره ايه، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في اتخاذ القرارات والتوفيق للجهاز الفني واللاعبين في المباراه باذن الله تعالى. فايلر كمان بيقول لك ايه؟ بيقول لك مواصله الفوز في الدوري ضروره للحفاظ على الصداره. الاهلي ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا في بطوله الدوري، وبرده يا جماعه عايز ااكد على حضراتكم، وارد جدا ان انت تتعرض لاخفاق في مباراه من المباريات، ده طبيعي جدا. لكن الاهم ان انت تستفيق سريعا، ودي سمه الابطال دايما وسمه اساسيه عند النادي الاهلي متعودين عليها. ممكن تخسر مباراه لكن بترجع على طول الانتصارات، بتواصل مسيرتك، بتحاول تحقق اهدافك المختلفه، لان الهدف مش واحد، مش مباراه واحده او بطوله واحده، لا الهدف عدد من البطولات. ممكن تفقد بطوله لكن باذن الله تقدر تحقق البطولات المتبقيه. والاهم بالنسبه لنا طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا احنا منتظرينها، وعندنا ثقه كبيره في الجهاز الفني واللاعبين ان هم ان شاء الله باذن الله يفرحوا جمهور النادي الاهلي، ده امر مهم جدا. تعالوا نروح للشروق، واللي بتتكلم فنيا بقى شويه عن المباراه. تعالوا والله نفسي نتكلم فنيا بقى، يعني عامه في الكوره كده في الوسط الرياضي يبقى الكلام كله فني على المباريات، مين افضل مين احسن، مش كلام خناقات ومش عارف مين عمل ومين ابتدى ومين سوى. لكن للاسف المسؤولين بيجبرونا على كده للاسف بقراراتهم. فالشروق قالت لك ايه؟ فايلر يجري تغييرات على تشكيل الاهلي امام الزمالك. طبيعي فايلر ممكن يعمل تغييرات، المباراه اللي فاتت ابتدى بتشكيل، المباراه اللي جايه ممكن يبتدي بتشكيل مختلف زي ما بيحصل في عدد من المباريات، هي سياسه جهاز فني وسياسه مدير فني، لكن مش عارفين مين اللي هيلعب. التوقعات، هو مش اتجاه، هي توقعات يعني على حسب جريده الشروق بالنسبه لهم، وحسب اجتهادات ناس كتير، ان ممكن فتحي وليد سليمان ومروان محسن يكونوا موجودين في المباراه دي بشكل اساسي. بس الجزئيه اللي عايز اكد عليها بس موضوع تغليظ العقوبه الماليه على كهربا. يا جماعه عشان الامر يبقى واضح، حتى هذه اللحظه لغايه دلوقتي وانا بتكلم مع حضراتكم مفيش اي عقوبه خرجت من النادي الاهلي في اتجاه كهربا، عشان الكلام يبقى واضح. لحد دلوقتي النادي الاهلي ما اعلنش بشكل رسمي ان النادي عاقب اللاعب بتاعه، فده امر مهم عشان ما يعني الامور الناس ما تنساهاش بشكل غلط. يعني ان الاهلي يعاقب كهربا فالناس تتمادى في عقوبه كهربا من المسؤولين وكلام من ده، مفيش عقوبه اكتر من اللي هم عملها له يعني. الله اعلم المسؤولين هيعملوا ايه في القصه دي، لكن لغايه دلوقتي انا بتكلم في الرسم، مفيش اي حاجه رسمي خرجت بخصوص كهرباء، ده امر مهم لازم نوضحه من قبل النادي نفسه. بس تعالوا نروح للدستور، واللي بتتكلم عن الخطيب يدعم لاعبي الاهلي قبل الديربي، ورمضان صبحي جاهز. كابتن محمود الخطيب كان متواجد في التمرين امبارح، ودايما بيبقى متواجد في الاوقات المهمه واللي بتحتاج تواجده، ورمضان صبحي جاهز. رمضان صبحي جاهز يا جماعه، فعلا مفيش اي مشكله بالنسبه له خالص. جهاز فني بقى يشوف اللاعب يلعب ما يلعبش، دي حاجه تانية. لكن الناس بتحاول تقول ايه؟ اصل رمضان طالما ما لعبش يبقى الاصابه لسه موجوده. لا مش شرط، الاصابه خلاص تلاشت تماما، مش موجوده دلوقتي، اللاعب جاهز 100%، لكن القرار عند الجهاز الفني. ممكن
تدخر رمضان لمباراه سان داونز مثلا او مباراتي سان داونز، ولا ممكن تدي له حساسيه اللقاءات قبل ماتش سان داونز؟ ده قرار مدير فني وجهاز فني. فيما يتعلق بالتشكيل ايضا، فايلر اتجه لاعاده فتحي ومروان لتشكيل القمه زي ما بيقول لحضرتك، ودي اجتهادات وتوقعات. ده بخصوص اخبار الاهلي في الصحف. طيب خليني اقول لحضراتكم قائمه الاهلي الخاصه بمباراه الغد امام نادي الزمالك في بطوله الدوري، المباراه المؤجله من الاسبوع الرابع. تم الاعلان عن القائمه بشكل رسمي: شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي بحراسه المرمى، في الدفاع محمود متولي ورامي ربيعه ومروان محسن ووليد سليمان وايمن اشرف، وفي وسط الملعب حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه وعلي معلول، تمام، واحمد الشيخ واحمد فتحي وحسام عاشور وجيرالدو ومحمد هاني وحسين الشحات واليو ديانج. انا هقراها على حضراتكم مره ثانيه لان هي مش محطوطه بالمراكز يعني، فهقراها مع حضراتكم مره ثانيه. قائمه النادي الاهلي لمباراه الزمالك ان شاء الله: شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي ومحمود متولي ورامي ربيعه ومروان محسن ووليد سليمان وايمن اشرف وحسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، اليو بادجي، محمد مجدي قفشه وعلي معلول واحمد الشيخ واحمد فتحي وحسام عاشور وجيرالدو ومحمد هاني. تمام. من رمضان صبحي مش موجود يا جماعه؟ ليه؟ رمضان مش موجود، رمضان صبحي في هذه المباراه. اذا الجهاز الفني قرر ان هو يدخر اللاعب لمباراتي سان داونز. طيب كده احنا كمان في انتظار ايه الجديد بخصوص مجلس اداره النادي الاهلي؟ عرفنا القائمه والفريق بيستعد بكل قوه، ده اللي عايزين بقى نركز فيه. انسى بقى الاحداث دلوقتي لان احنا داخلين على مهمه، مباراه يعني هتفرق كتير مع النادي الاهلي من الجانب المعنوي، بالتحديد قبل الاكثر اهميه وهي مواجهتي سان داونز. مهم قوي ان انت تكسب الزمالك ترجع او ترفع معنوياتك قبل مباراه سان داونز، مباراه الذهاب يوم 29 ان شاء الله في استاد القاهره، عشان الامور تمشي بالنسبه لك بشكل جيد. واللي عايز برضو اعيد وازيد فيه، لازم الدعم كله يبقى موجود، الثقه كلها تبقى موجوده في اتجاه الجهاز الفني واللاعبين، لان ده دور جمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا ان ممكن انت تخفق مباراه و ترجع تكسب في بعض المباريات وترجع تكسب بطولات. الكلام ده هيحصل بالدعم والمؤازره، وده امر مفروغ منه من جماهير النادي الاهلي. طيب اخبار الاهلي في المواقع ايه؟ نشوفها يلا. يلا كوره. الاهلي يطالب اتحاد الكره بحيثيات عقوبات مباراه السوبر. الكابتن لم الاهلي للكابتن لم يصل لنا اي خطابات بتاجيل القمه. الشروق الاهلي لن ننسحب من الدوري. الوطن سبورت ايمن اشرف يعود لدفاع الاهلي في قمه الزمالك. سوبر كوره الاهلي ضد الزمالك، طاقم الحكام الليتواني يصل اليوم استعدادا للقمه. اليوم السابع الاهلي يكثف مفاوضاته لشراء رمضان صبحي نهائيا من هدرسفيلد. نبتدي بيلا كوره واللي بتتكلم عن ان الاهلي طلب حيثيات القرارات يعني والعقوبات بعد مباراه السوبر، الحيثيات كلها عرضناها لحضراتكم. تعالوا نروح لموقع الكابتن واللي بيقوله تصريح على لسان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ان احنا ما جالناش اي خطابات لحد دلوقتي بتاجيل القمه، وده حقيقي، والاهلي استعد للمباراه والفريق هيتحرك كمان لفندق الاقامه الخاص به استعدادا لمباراه الغد ان شاء الله باذن الله في استاد القاهره الدولي. الشروق وايضا من خلال تواصلها مع المسؤولين في النادي الاهلي مصادرهم على عهده موقع الشروق يعني ان الاهلي لن ينسحب من الدوري، واحنا مستنيين طبعا قرارات مجلس اداره النادي الاهلي اللي اكيد بيدرسوا مصلحه النادي فين، واكيد هياخدوا قرارات بخصوص المصلحه اللي تخص النادي الاهلي. تعالوا نروح للوطن سبورت واللي بتتكلم عن المباراه ان ايمن اشرف يعود لدفاع الاهلي في قمه الزمالك. احنا عارفين ان كده المفروض ياسر ابراهيم موقوف عن المباراه اللي جايه، فبالتالي عندك ايمن اشرف وعندك محمود متولي، واحد فيهم هيجاور رامي ربيعه او ممكن الاثنين يلعبوا ورامي ربيعه ما يلعبش، هنشوف يعني قرارات مستر فايلر ايه. ده فيما يتعلق بايمن اشرف. سوبر كوره الاهلي ضد الزمالك، طاقم الحكام الليتواني يصل اليوم استعدادا للقمه، واحنا عارفين ان طاقم الحكام تم الاعلان عنه جيني ميناس ماسيكا
حكم ليتواني لهذه المباراه بالاضافه للمساعدين اللي هيكون معاه. اليوم السابع بتتطرق لجزئيه مهمه جدا، ان الاهلي يكثف مفاوضاته لشراء رمضان صبحي نهائيا من هاردرزفيلد. برضو زي ما قلت لحضراتكم من شويه كده، في مسؤولين في النادي الاهلي كل واحد عارف شغله وواجباته كويس جدا، اكيد في رغبه في التعاقد وشراء رمضان بشكل نهائي، لكن في نفس الوقت المؤكد ان في مفاوضات، والمؤكد ايضا المفاوضات هتبقى صعبه، لكن الاهلي هيحاول بكل قوه التعاقد مع رمضان صبحي، خصوصا يعني لحد دلوقتي كده رمضان ما عندوش مشكله ان هو يكمل في النادي الاهلي، يعني ان هو يبقى موجود يعني. فهنشوف اللي هيحصل ايه، ده امر مسروق للمسؤولين عن التعاقدات في النادي الاهلي، هم اللي عندهم كل الجديد وهم اللي عندهم كل حاجه تخص موضوع التعاقدات والمفاوضات وكده يعني. ده فيما يتعلق باخبار الاهلي على المواقع. عايز اتكلم مع حضراتكم شويه في بعض الاخبار العالميه، وخصوصا بالتحديد فيما يتعلق بالوطن سبورت واللي اتكلمت على هازارد واللي اتصاب امبارح في مباراه خسر فيها ريال مدريد من ليفانتي 1-0، في مفاجأة يعتبر بالنسبة لريال مدريد في ظل النتائج اللي كانت جيدة بالنسبة لهم. فلاعب هازارد لسه راجع من إصابة كانت طويلة، لعب يا دوب الماتش والتاني، والماتش التاني اتصاب فيه بشرخ في شظية القدم، هيغيب حوالي 9 أسابيع عن ريال مدريد اللي ما استفادش إطلاقا من هازارد هذا الموسم بسبب الإصابات المتكررة. كمان من فيتو تأجيل مباراة أو مباراة جديدة في الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا، احنا عارفين إن فيروس كورونا يعني وصل تقريبا لإيطاليا، ففي بعض المباريات اتأجلت. بارما وتورينو في الجولة 25 من منافسات الدوري الإيطالي بسبب انتشار مرض الكورونا في إيطاليا، وبجانب بعض المباريات الأخرى زي مثلا إنتر ميلان أمام سامبادوريا، وأتلانتا أمام ساسولو، وهلياس فيرونا أمام كالياري. دي بعض الاخبار العالميه سريعا. عايز اقول لحضراتكم في ماتشات النهارده، وكان في كمان ماتشات امبارح هقول النتائج بتاعتها بسرعه. الدوري الانجليزي امبارح كانت تشيلسي وتوتنهام، خلص 2-1 لتشيلسي، ساوثامبتون مع استون فيلا 2-0 لساوثامبتون، وكريستال بالاس مع نيوكاسل 1-0 لكريستال بالاس، وبيرنلي فاز على بورموث 3-0، شيفيلد يونايتد وبرايتون 1-1، وليستر خسر من مانشستر سيتي 1-0. الدوري الاسباني سيلتا فيجو فاز على ليجانس 1-0، برشلونه 5-0 على ايبار، ميسي اعتقد احرز سوبر هاتريك، ريال سوسيداد 3-0 على فالنسيا، وليفانتي 1-0 على ريال مدريد. الدوري الايطالي بولونيا تعادل 1-1 مع ادونيزي، سبال خسر من يوفنتوس 2-1، وفلورنتينا تعادل 1-1 مع ميلان. النهارده في بعض المباريات الاخرى، الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد وواتفورد بيتلعب في هذه اللحظات، ولفرهامبتون مع نوريتش سيتي، وايضا ارسنال وايفرتون. الدوري الاسباني اوساسونا مع غرناطه، ديبورتيفو الافيز مع اتلتيك بلباو، بعد الوليد مع اسبانيول، ختافي اشبيليه، واتلتيكو مدريد مع فياريال. والدوري الايطالي جينوا ولاتسيو، اتلانتا مع ساسولو، هيلاس فيرونا مع كالياري، وتورينو مع بارما، روما مع ليتشي، وانتر ميلان مع سامبادوريا. وبعد هذه المباراه تقريبا خلاص تم تاجيله يعني بسبب فيروس فيرونا. طيب دي كل الامور على مدار حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. انا عايز اروح لفاصل، بعد الفاصل هينضم لي الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي الكبير للحديث في تفاصيل كتيره جدا، سواء فيما يتعلق بقرارات لجنه الانضباط، فيما يتعلق بمرتب غد امام نادي الزمالك، كل ده مع سعيد علي بعد الفاصل. استنونا. الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بالدستور ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا سعيد اهلا بيك. اهلا بيك امير، واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي تمام. عايز اخد في البدايه تعقيبك على قرارات لجنه الانضباط وعلى الحيثيات كمان، رايك ايه؟ يعني ممكن لو نتكلم بشكل عام في القرارات، يعني ناخد عنوان رئيسي، انا بشوفها انها قرارات رادعه ومهمه، يعني هي ضروره عشان نبدا نرسخ لنظام نحد فيه من فكره التعصب والخروج عن النص. طيب. لكن الضروره ان يبقى في قرارات يعني ان يبقى في رادعه، في رادعه وقرارات قاسيه، كلنا لازم نتفق انها نشوفها انها قاسيه. فده مهم، يعني ده اللي حصل ده مهم، لكن لما اجي ادخل معاك في التفاصيل بشوف طبعا ان في تحايل حصل على اللائحه او توظيف للائحه لخدمه طرف بعينه او شخوص بعينهم على حساب اطراف ثانيه. انت شايف كده؟ انا شايف تم تسييس بعض القرارات لخدمه طرف بعينه او شخوص بعينهم، فبالتالي اثرت على نصوص اللائحه نفسها. يعني مثلا انا لما اتكلم معاك يا امير على سبيل المثال، مثلا لما نيجي نبص على الازمه بشكل عام، الفعل الاكبر فيها والحدث اللي لفت النظر بشكل اكبر واللي كان عليه كلام كتير جدا هي فعل تشيكابالا. فمفترض ان يكون العقوبه الاكبر والقرار الاكبر والعقوبه الاقصى تكون في المنطقه دي. يعني انا دلوقتي امير يعني احط الساده المشاهدين معانا في الصوره، بس هو الواضح ان موضوع شيكابالا يعني اللي عمله شيكابالا ده عادي يعني. لا، اللي عمله شيكابالا ده عادي ازاي؟
هو واضح من قرارات كده يعني. لا هو بصراحه يعني، وكان الاستاذ سيد بن داري في تصريحاته قبل ما تطلع الحسابات معانا في موقع كابتن بيقول ان اللي عمله شيكابالا عمله كريستيانو رونالدو، يعني بشكل عجيب جدا، رد عجيب جدا. طب لما هو اللي عمل كريستيانو وعمله شيكابالا، ليه عاقبته 8 مباريات؟ اذا ما كنت شايف ان انت يا اما شايف ان هو يستحق العقاب يا اما ما يتعاقبش. ده حقيقي، لان لو شيكابالا يستحق العقاب ما ينفعش العقاب يبقى 8 مباريات بس. ده حقيقي. وبالمناسبه هو الخبر ده منشور عندنا في موقع الكابتن، هو طلب يمسحه بعدها لما شاف فيه هجوم عليه. فطلب يمسحه. فالفكره في ان لازم نتفق ان اللي عمله شيكابالا جرم، هو الحدث الاكبر. بمعنى ايه يا امير؟ دلوقتي انا رجل اعترض على هذه القرارات، وقررت ان انا اعبر عن اعتراضي بطريقه ما، يعني مثلا هستخدم طريقه شيكابالا في الرد عليها. انا هقوم دلوقتي هروح معترض بنفس طريقه شيكابالا على الاستاذ عمرو الجريني وعلى اللجنه، اقول لهم انا مش موافق على قراراتكم، وهعمل زي شيكابالا ما عمل ليكوا اهو. وانت امير عشان انت راجل محترم قمت قلت لي عيب ما ينفعش ده يحصل على الهوا، وضربتني او شدتني او طلعتني بره الاستوديو. فهنا تكون العقوبه الاقصى على امير ولا عليا انا؟ يعني انه الفعل الاقبح؟ الراجل اللي هيقوم يصدر اللي صدره شيكابالا لعمرو الجنايني، ولا الراجل اللي رفض الفعل الفاضح ده؟ اللي عمل كده. يعني انا بتسائل، انا بوجه السؤال ده للاستاذ عمرو الجنايني. لو انا عملت معاك كده دلوقتي، انت هتطلب ايه من قناه الاهلي؟ هتطلب ايه من وزير الاعلام؟ هتقول للراجل ده يتوقف 8 حلقات، ولا الراجل ده يتشطب نهائي ما يظهرش، ولا اتخذ معايا انا القرار؟ ولو امير اعترض عليا وكان رد فعله عليا حتى لو كان قاسي، هتتضامن مع امير ولا لا؟ لا، ممكن يعاقب امير اكتر. هنا هو لو سال نفسه، تبقى انت صاحبه مثلا. هنا بقى قيم مجتمعنا. هل قيم مجتمعنا تقبل الفعل ده؟ لا طبعا. مفترض هو يسال نفسه الاسئله دي ويشوف، هيعرف ان شيكابالا كان يستحق العقاب الاكبر. مش بالمناسبه ممكن يكون العقاب الاكبر ده هو الثمان مباريات بس، يعني ممكن تكتفي بثمان مباريات بس، ما ينفعش كهربا يبقى اكبر من شيكابالا تحت اي ظرف من الظروف. لان انت بترسخ، صحيح جدا، لان انت بتدفع اللاعبين لانهم يقرروا نفس السلوك. وتتاكد من ده لما ترجع يا امير وتشوف شيكابالا رد فعله كان عامل ازاي بعد القرارات. يعني القرارات لما طلعت امبارح شيكابالا عمل ايه؟ عامل نفس الحركه، شير الصوره تاني. لا، في قمه البجاحه. ما انت هنا بتقول له اعمل اللي انت عايزه. واضح جدا ان انت بتقول له اعمل اللي انت عايزه. ده مش بيقول له هو بس، ده بيقول لكل اللعيبه في مصر. صحيح، اي حد يتشتم يا جماعه عامل زي شيكابالا ما عندكش مشكله. ودفاع لجنه الانضباط اليوم على سلوك شيكابالا بيؤكد ان احنا رايحين لمنطقه وحشه جدا. هو قال لك كده الراجل؟ قال كده، ونشرنا التصريحات والتسجيل موجود. قال لك ان سيميوني ورونالدو عملوا كده. قال سيميوني ورونالدو عملوا ده، ومنشور على فكره عندنا لحد دلوقتي على صفحه طلب الكابتن. بعد كده منك ان تمسح طلب من الموقع. كان الزميل رامي رجب اتصل بيه قال له يا رامي امسح ده عندكم، فاحنا انا رفضت امسح ده من الموقع. وموجود لحد دلوقتي التصريح على الصفحه وعامل حل الجدل يعني. فتبريره يعني ده بيعكس الطريقه اللي بتدار بيها الامور. لا طبعا، انت بتدير الامور ازاي يعني؟ زي ما قلنا احنا مجتمع مختلف عن مجتمع سيميوني وعن مجتمع رونالدو. عندنا عشان كده الفيفا لما بيجي يحط اللوائح بيسيب مساحه للاتحادات المحليه يا امير انها تحط ما يناسب ظروفها، ما يناسب قيمها، ما يناسب ثقافتها. الموضوع بالزبط. الموضوع مش عاداتها وتقاليدها. طبعا، فاللي عند رونالدو مقبول مش مقبول عندنا. فبالتالي انا شايف ان ده هيسبب ازمه تانية. الشر والغضب اللي انا شفته في عيون احمد فتحي بعد ما وليد سليمان تعرض لجريمه، يعني هيفضل مشهد قاسي جدا جدا على اي حد محترم. اي حد محترم بيتابع كره قدم، مش الناس اللي بتشير الصوره وعاملين حاطين على التيشيرت دلوقتي. هيتسبب في ازمه كبيره جدا. انا شفت احمد فتحي، لو رجعت الفيديو يا امير، احمد فتحي كان عنده طاقه غضب وبيحاول طبعاً. وبيحاول يلحق امير عاشور. لو لحق امام عاشور كان هتحصل كارثه كبيره جدا. وبقول ان القصور الحاصل في القرارات دي بيزيد الشحن عند لعيبه الاهلي. يعني حاليا لو الاهلي لعب بكره والقرارات دي موجوده، انا اعتقد ان انت مش هتقدر تتمالك واحد زي احمد فتحي لو دخل في مواجهه مباشره مع حد من لعيبه الزمالك. مش عايز بس اكد على الكلام ده، لان ده حاجه انا بقول لك تفسيري. انا بقول لك تفسيرك. اقول لك النادي الاهلي مركزين في الثلاث نقط في المباراه. طبعا هو الجانب الفني. انا لا اشك في ذلك، لكن شعور اي شخص في العالم بالمظلوميه يدفعه لحاجات ممكن تبقى خارجه عن ارادته وعن طبيعته وعن الشكل الاعتيادي. فطبيعي انا شايف ان حصل في منطقه شيكابالا بالتحديد كان لازم يتبروز ده، ان ده الجرم الاكبر الذي لا يقبله المجتمع المصري قبل الكوره وقبل الرياضه وقبل اي حاجه ثانيه. كنا لازم نقول للناس كلها ان ده يا جماعه السلوك الغلط جدا اللي احنا مش نقبله ومش نطلع ندافع عنه. طيب. ده اولا. ثانيا، موضوع كهربا.
ما تعالى ناخد الحيثيات واحده واحده، تمام، نفسرها مع بعض واحده. يعني مثلا ايه، اولا قال لك محمود كهربا تعمد ان هو يروح ناحيه عبد الله جمعه ويمنعه بالضرب وتعدى عليه بالضرب، مما ادى الى حدوث اشتباكات، وكان هو المتسبب الرئيسي في احداث. انت شايف ان كهربا كان المتسبب الرئيسي؟ طب هو قال هنا حاول يمنع، حاول يلاحق عبد الله جمعه، يبقى اذا هنا الفعل كان عبد الله جمعه. يعني عبد الله جمعه هو هنا اللي كان في طريقه لاستفزاز جمهور ولاعبي الاهلي. هل انت شفت لاعبي الاهلي قبل كده باول ما ياخد البطوله او بيتوج بيروح على جمهور الاهلي ولا على دكه الاهلي لاعبي الاهلي ولا بيروح الناحيه الثانيه يستفز ويعمل حركات؟ اعتقد ان عبد الله باللي حصل في المباراه اللي قبلها بفيديو مباراه الترجي انه كان محضر كويس جدا انه لو حصل وفاز وتفوق على الاهلي هيروح لمدرج الاهلي بشكل مباشر. ربما كهربا بعفويه شديده جدا حس ان ما ينفعش يحصل كده مع جمهور الاهلي، ما ينفعش يتم استفزاز جمهور الاهلي، فراح على عبد الله جمعه. لكن هل الموضوع تطور الى ان كهربا يستحق الايقاف لنهايه الموسم؟ ويعني ايه ايقاف لنهايه الموسم؟ يعني هو فين الموسم؟ احنا الموسم عندنا بيتلعب في اثنين وموسمين وثلاثه يعني. ولو الموسم دلوقتي، فانا عايز اقول حاجه واضحه هنا، هل في حاجه في الفيفا بتقول، في لوائح الفيفا بشكل عام بتقول ان في ايقاف لنهايه الموسم؟ يعني ايه نهايه الموسم؟ يعني مثلا اقول لك حاجه دلوقتي، لو فاضل في المباراه في الموسم مباراه واحده بس، كان وانت بتعتبر اللي عمله كهربا ده جريمه كبيره جدا، هل كنت توقفه مباراه واحده؟ لا طبعا. طب فاضل 20 جوله واللي حصل ما يستحقش 20 مباراه او 18 مباراه، فالمعيار هنا مش واضح خالص. هو ربما قال انت قصدك يعني اللي حصل ده لو حصل مثلا في الجوله قبل الاخيره في الدوري، مثلا، فكنت هتطلع تقول برضو ايقاف كهربا لنهايه الموسم، يعني توقف مباراه واحده خلاص، توقف مباراه. انت قدرت هنا ان الموضوع ده مباراه واحده. فلا، هو الموضوع هنا مفيش حاجه اسمها نهايه الموسم. اعتقد ان المفروض يبقى في نص واضح، هو كهربا عمل ايه واللائحه بتقول ايه. يعني انت بتقول كهربا حاول يعتدي على عبد الله جمعه، طيب التعدي على لاعب بيقول ايه؟ انا شفت في بنود اللائحه ان اقصى عقوبه 8 مباريات اللي هي محاولة الاشتباك او محاولة الاعتداء في المادة، اقصى عقوبة 8 مباريات، محاولة الاعتداء. اللائحة فيها كلمة موسم دي؟ لا مفيش. انا قريت المادة 23 وقريت زيادة في التأكيد بس، قريت النصوص. لا مفيش الكلام ده. فدي اتفصلت لإرضاء ناس بعينهم، يعني واضح جدا ان هو الموضوع متفصل عشان يرضي الناس بعينهم، وما حطناش في حساباتنا ان ده مستقبل لاعب انت بتدمره. انت بتقول له خلاص كده، انت عارف يعني ايه تقول لكهربا انت مش هتلعب 18 او 17 جولة جاية؟ يعني انت هتقعد لحد شهر 7 او شهر 8 اللي جاي، ما نعرفش المسابقه بتاعتنا بتنتهي امتى. احنا عندنا في مصر الموضوع ممكن الموسم ال 2020 يمتد لحد 20. طب انا عايز اعيد لقطات كهربا مع عمرو الجنايني، وعمرو الجنايني مع شيكابالا والناس دي، عايز اعرضها عشان برضو نشوف تفسيرك لطريقه التعامل والمصافحه صحيح، والتفرقه ما بين لاعب في الاهلي ولاعب في الزمالك، بل ايه كمان بيفرق او ممكن يكون واضح انه متضايق من كهربا عشان انتمائه لنادي معين، وكهربا راح من النادي اللي هو بيشجعه لنادي تاني اللي هو بيشجعه، يعني المسؤول يعني. اتفضل. انا ما عنديش شك يا امير في فكره، بص اللقطه يا سعيد، يعني بص 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 بيسلم ازاي، الموضوع ده غريب جدا. بص بص، يلا زق امشي يا اللي هو ما بيبصش في وشه، يعني من عدم الاحترام، يعني من عدم الاحترام دي بيعلمها لنا وانت صغير، لما بتيجي تسلم على حد وبتحترمه يعني عينك بتبقى في عينيه، يعني انت بتبص له، انما فكره يعني من عدم الاحترام ان انت ما تبصش للراجل اللي انت بتصافحه، دي فيها حاجه من قله الاحترام. انت بتعمل مع كهربا دي ممكن انت بتوجه رساله، لكن الرساله مش مكانها هنا. يعني انت لو انت شايف ان كهربا، ما التحفظ طبعا على كلمه عدم الاحترام، الراجل يعني احنا كان جانب شخصي، انا اتربيت على كده، يعني انا كجانب شخصي الراجل محترم، ما نقدرش كل الاحترام والتقدير لشخصه، يعني احنا بنتكلم في التفرقه في التعامل. انا بكلمك في الموقف، مش بقول ان عمرو مش محترم، انا بقول الموقف المفترض احنا اتربينا على ده، ان انت لما بتصافح حد فانت بتبص له مش تتجاهله. لكن شوف انت بتستقبل شيكابالا ازاي وبتحتفل بيه ازاي، رغم ان شيكابالا ده عمل جريمه يعني في الوقت ده كل ده بعد ما اللي عمله شيكابالا. يعني حتى يعني خلينا نقول ان انت غضبك من كهربا دي مبرر ان انت زعلان من اللي كهربا عمله، لكن لو انت بنفس المعيار بتطبقه على الجميع فكان من المفترض ان انت تكون غضبان جدا 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 من شيكابالا، مش بتحتفل بيه كده عشان هو صديقك او انت في علاقات بينكم او انت بتبقى بتربطك بصداقه قديمه او انت مبسوط له ان هو بيحتفل النهارده وبيشيل الكاس. يعني المفترض ان انت تخفي انتمائك ده على الاقل، يعني على الاقل تعرف تمثل، تخفي انتمائك، ما يبقاش ظاهر وواضح ومستفز للجمهور بالشكل ده، لان الحقيقه ده شكل مستفز جدا جدا. ما ينفعش يبقى مسؤول على راس منظومه اداره الكوره في مصر يظهر بالشكل ده. واعتقد ان واحد من اهم الاسباب اللي مخليه جمهور الاهلي مستفز في الفتره الحاليه وغضبان جدا جدا ويثير شكوك حوالين كل حاجه بتحصل، كل القرارات اللي بتحصل في الفتره الاخيره بعد المشهد ده
هتبقى محل شك ومحل ريبه تماما. مشهد ما كانش ينفع يظهر بيه خالص. ده غير المشهد الثاني يعني. ماشي. خلينا نروح للثاني الحيثيات. احمد زاهر اداري الزمالك قال لك ايه؟ قيامه بدفع وليد سليمان لاعب الاهلي ارضا اثناء قيام الاخير بفض الاشتباكات ومنع اللاعب كهربا من الاستمرار في اعتداءاته. تمام؟ تمام. وقال لك اشتباكه مع لاعبي الاهلي والتعدي بالضرب على كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات واحمد الشيخ لاعبي الاهلي مما سبب مزيدا من الاحتقان. تعليقك ايه؟ وقال لك كمان سبق معاقبته في واقعه مماثله. انا عايز اسالك، هو ليه ما فيش حد من جهاز الاهلي واضح ظهر في الاشتباكات؟ ليه؟ يعني ليه ما فيش طبيب الاهلي او مترجم الاهلي او اداري الاهلي؟ إدار الأهلي. هل ما حدش فيهم بيحب الاهلي زي ما بيحب احمد زاهر الزمالك؟ اكيد بيحب. يعني بصراحه انا مشهد عجيب جدا ان انا اشوف طبيب فريق نازل في خناقه بيشد وبيضرب وبيلاحق وبيطارد. يعني يمكن انت لما بتشوف حتى نادي الزمالك نفسه عاقبه قبل كده 3 شهور، فواضح ان سلوكياته دي بتتكرر، يعني مش حاجه جديده عليه. يعني واضح انه خروج عن النص ده امر معتاد. مش طبيعي خالص ان انا اشوف طبيب فريق نازل بيتخانق وبيشد في لعيبه وبيضرب في لعيبه. بصراحه يعني اعتقد ان المفروض يبقى في حسم معاه اكتر من كده كمان. امام عاشور لاعب الزمالك قيامه بركل وليد سليمان، المنظر في الحقيقه كان غريب جدا بتاع امام عاشور ده. امام عاشور بصراحه يعني هو طبعا هو ارتكب الجريمه الاكبر برضه، يعني طبعًا ارتكب جريمه كبيره طبعا يعني. طبعا. لكن انا بقول ان ولد صغير في السن ده هو اصبح ضحيه للي بيحصل في الفتره الاخيره. هو معتقد ان هو بيرضي جمهور الزمالك بالشكل ده يعني. طبعا ان اللايك والشير هيبقى كتير زي ما حصل. ان صورته هتنطبع على التيشيرتات زي ما حصلت. فمعتقد ان هو ده الصواب، هو ده الحاجه اللي تخليك تعلى في نظر الجمهور وتكبر. فده بيحصل ليه لما امام عاشور بيشوف ان شيكابالا رصيده الاكبر، يعني النهارده شيكابالا ما بيشاركش في المباراه اللي فازوا بيها في البطوله، لا بيشارك في المباراه دي ولا في مباراه الترجي، ملوش اي دور، لكن بيعرف ياخد اللقطه بانه ازاي يمارس كيد جمهور الخصم. والرصيد الاكبر، يعني لما تيجي تتكلم عن مشوار شيكابالا، الرصيد الاكبر لشيكابالا عند جمهور الزمالك مبني على عداوته بجمهور الاهلي، استفزازه لجمهور الاهلي. والله فهنا طبعا رصيده الاكبر ان هو قابو. اصل هو رصيد البطولات فعلا مش كتير، رصيد البطولات مش موجود ورصيد المباريات مش موجود. يعني احنا لما نرجع مثلا 10 15 مباراه بين حسام عاشور وشيكابالا مفيش اي حاجه خالص. يعني شيكابالا ما كانش بيبقى موجود خالص نهائي، لا بطولات ولا مباريات ولا مكاسب ولا اي شيء. فبنى يعني شعوره بالقصور والعجز دايما خلاه عوضه حاجه ثانيه، فتحول لقابو في مدرج الزمالك بيقود مجرد الزمالك في ان هو يسب الجمهور الاخر، ومن هنا بنى جزء كبير جدا من مكانته عند الجمهور السوشيال الحالي. فبالتالي امام عاشور بيشوف ان ده نموذج وانا هجري وراه عشان ابقى عظيم زيه وهبقى اسطوره على طريقته. لان طالما الاسطوريه مش مرتبطه بالكوره ولا بالجهد ولا بالعطاء، مرتبطه بان انت ازاي تستفز او تلعب على وتر العاطفه عند الجمهور. انا واثق جدا ان في كتير جدا من جمهور نادي الزمالك مش قابلين اللي حصل. يعني انا عارف كده كويس قوي. مؤكد انا قلت جمهور السوشيال يعني في قطاع كبير زي ما قلت امبارح، لازم يبقى في تفرقه ما بين الاحداث اللي حصلت وما بين احترامنا وتقديرنا لجمهور وكيان نادي الزمالك. ده امر لازم اكد عليه. احنا هنا بنحلل الموقف، بنحلل تصرفات بعض اللاعبين. الموضوع ملوش علاقه ان انت اهلاوي او زملكاوي او كلام من ده، الموضوع ليه علاقه بمظهر الكره المصريه قدام العالم كله. بس ده امر لازم ناكد عليه برضه. صحيح. موضوع شيكابالا اتكلمنا فيه. عبد الله جمعه بقى قال لك ايه؟ توجه مسرعا عقب احراز هدف الفوز متعمدا الى جماهير الاهلي الاحتفال مما اثاره. وفي الحقيقه البند الخامس ده معاكس لكلام اللي اتكتب عن كهربا في البند الاول. تناقض. هو بيقول ان كهربا بدا، وهنا واضح جدا ان هو في البدايه قال ان كهربا هو السبب اثاره الازمه، وثم قال ان عبد الله جمعه هو السبب في اثاره الازمه. فهنا بيوضح قد ايه ان هو لا، هو حتى يعني سلسل الاحداث بطريقه مش ما فيهاش اي تسلسل اصلا، يعني طريقه مش مرتبه. صحيح. يعني هو هنا قال لك كان المفروض بدا بعبد الله جمعه، كان المفروض يبتدي عبد الله جمعه. نسيبك بقى من القرارات، مش كقرارات لا، كسرد للي حصل. يعني قال لك ايه؟ كهربا راح نحو عبد الله جمعه. صحيح. ابتدى برد الفعل مش بفعل عبد الله جمعه اللي ادى ان كهربا يروح له. صحيح. فده امر غريب يعني في الحقيقه. صحيح. مين اللي ابتدى؟ عبد الله جمعه طبعا. بس واضح جدا. وبعدين عبد الله جمعه ابتدى عداء قبل المباراه. يعني عبد الله جمعه ابتدى الازمه قبل المباراه. ده غريب ان هو جايب عبد الله جمعه خامسا، يعني رقم 5. يا امير انت لو دورت على اساس المشكله هتلاقيه عبد الله جمعه. ازاي يا امير؟ فكره التعصب بيغذيها وينميها بشكل كبير جدا، ان مسؤول او لاعب عنصر اساسي في المنظومه هو اللي بيثير التعصب. يعني لما عبد الله جمعه وهو بيحتفل بفرقته
يطلع يقول مش عارف ايه ويرمي كلام على الخصم. فهنا دي الازمه الحقيقيه. تغذيه التعصب بيجي من هنا، انت مخليك مشغول بفرقتك. انا في حياتي عمري ما شفت ان النادي الاهلي بيكسب البطوله فاشوف كابتن الفريق او لاعب في الفريق بيطلع يرمي على المنافس الثاني. فهنا اساس المشكله. لو ما حصلش تدخل من بدري من المسؤولين ان احنا نبدا نعيد تشكيل وعي لاعبينا والمسؤولين في الادارات، انا بشوف بصراحه يا امير يعني ان مسؤولين في الانديه بيطلعوا يتكلموا عن المنافسين ويقصفوا جبهتهم، بالنسبه لهم الاهداف هي قصف الجبهات، ازاي نقصف جبهات بعض؟ فده لازم يتوقف، سواء لازم يتوقف فعلا معاك في الموضوع ده، مسؤولين او لاعبين لازم يتوقف سواء من هنا او من هنا. انا بشوف نادي الزمالك او اعلام الزمالك هو بيحتفل بفوزه على الاهلي او مقدمه ال 20 دقيقه كامله عن النادي الاهلي ورد على النادي الاهلي ورد على سيد عبد الحفيظ. يا عم احتفل الاول وقول انا كسبت وانا بطل وبعدين روح نشوف الاهلي قال ايه وسيد عبد الحفيظ قال ايه. لازم هنا تتحل المشكله، ان احنا ننشغل بانفسنا اولا ثم نرد على الاخرين. وبعدين احنا مش هنحاول حياتنا ان احنا نرد على بعض. بالظبط، هي الحياه مش ان احنا نرد على بعض. يا جماعه هو تنافس، تنافس في الملعب وخلاص. انا ما شفتش ده موجود في اي اعلام نادي في العالم يعني بصراحه يعني. وبعدين ثم تيجي تبص على اعلام الانديه برضو يا امير هتلاقي ان مفيش اعلام بيقدم نقد لنفسه نهائي. يعني انا عمري ما شفت مجله تنتمي النادي في مصر في تاريخها في منشتها مثلا بتنتقد ادارتها او لاعبيها، في حين ان تبص بره الانديه المحترفه بينتقدوا انفسهم. احنا عندنا الانديه بتقله اعلامها بيقله الشخص اللي عنده او الانديه اللي عندها بنسبه كبيره جدا يعني. ده بيحصل بنسبه كبيره جدا بنسبه ما، مش عايزين نقول ان ده موجود عند كل اعلام الانديه يعني، ده ممكن ما يكونش حقيقي. النسبه الاكبر انا بشوف مش على شكل شخصي ان النسبه الاكبر بتتجه لتأليه المكان اللي انت اللي بتنتمي اليه. مش عايزين نقول تأليه، هو انت بتحاول تدعم بتحاول تساند، ده امر طبيعي. بس لازم يكون في نقد، اعلام نادي لازم يكون في نقد ذاتي، وبيبقى في نقد يعني. احنا عندنا بيبقى في نقد. انا 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 انت بالتحديد يا امير يمكن انت ما تعرفش ده. انا يعني في تليفون جه من فتره من اسبوع ان امير لعيب من النادي الاهلي زعلان منك. انا ما قلتلكش الكلام ده. يعني لعيب في النادي الاهلي انت اتكلمت عليه هو زعلان ان امير انتقد، وانت ما انتقدتش ولا حاجه يعني. انا عارف ان انت كنت بتنصح فهو بيعتبر ده نقد. فده مهم ان انت بتمارس الدور ده، ان انت بتحاول تقول الصواب حتى في مكانك وجوه بيتك. فده مهم لان النقد الذاتي هو اللي بيبني. امير انا يعني لما قريت كتاب جوارديولا عن مرحلته او عن فرقته مع بايرن ميونخ، في بايرن ميونخ بيقول انا ما كنتش بخاف من اي نقد قد خوفي من مجله بايرن ميونخ. لما كنت بتعرض لهزيمه او لموقف ما كنت اكتر حاجه ببقى خايف منها هي رده فعل مجله بايرن ميونخ، لان كان بيبقى فيها نقد ذاتي. ده مش مغرض نقد امير هنا للنادي الاهلي او للعيب الاهلي او لاي حد في المنظومه، ده نقد ذاتي بيستهدف ان هو يعيد البناء بشكل سليم وشكل صحيح. ده ما بيحصلش في حته ثانيه يا امير يعني. انا ما بشوفش ده بيحصل في حته ثانيه. فده بيخلي دايما الصوره مثاليه، فالجمهور مش متقبل اي حاجه، مش متقبل ان انت تخسر، ان انت تتعادل، ان انت تقع شويه، فبالتالي انت بتغذي دايما عنده فكره الانحراف العاطفي. فلازم يبقى في نقد ذاتي طبعا عند اعلام الانديه. طيب اللي هيحصل ايه خلال الفتره اللي جايه من وجهه نظرك، من خلال متابعتك بخصوص القرارات دي يعني؟ انا اعتقد ان النادي الاهلي هيتخذ مسار، اعتقد يعني ما عنديش اي معلومه، بس اعتقد ان النادي الاهلي هيتخذ مسار قانوني. هيشتكي للجنه الانضباط اولا ثم لجنه التظلمات، ربما يصعد لجهات اعلى. لكن بشوف بشكل شخصي ان الاهلي مطالب بانه ياخد موضوع سياسي شويه بصراحه يعني. المفروض يصعد الموضوع سياسيا شويه، ان هو يروح لجهات ثانيه يتكلم يا جماعه الموضوع بيتكرر، ان في تجني واضح بيحصل وبيتكرر مرات كتيره جدا، ومش معنى ان النادي الاهلي بيرسخ للقيم طوال الوقت انه ضعيف. ابدا ابدا مش معنى ان النادي الاهلي بينحاز لاستقرار الدوله والاستقرار المسابقه وان الموضوع يبقى ماشي بشكل يسير من غير مشاكل ان الاهلي ضعيف. فلازم يكون في تحرك على المسارين، انت تتحرك من خلال مسار قانوني وتتحرك في المسار الثاني مسار سياسي علشان خاطر ان انت توقف المهازل ديت. الموضوع بقى واضح، بقى في استفزاز، بقى في مشاهد بتقول ان انت بيتم التجني عليك، بقى في مشاهد بتقول ان في مجامله لطرف اخر. فاعتقد ان لازم يبقى في تحرك اقوى من كده. طيب هنشوف اللي هيحصل ايه. كلنا طبعا في انتظار قرارات مجلس اداره النادي الاهلي الادرى بمصلحه النادي. طبعا الجمهور كله بيبقى نفسه في مصلحه النادي من خلال وجهه نظره، لكن دايما الناس اللي جوه المطبخ، الناس اللي عارفين الانسب ايه لمصلحه ناديهم، اكيد هياخدوا القرارات الانسب. احنا منتظرين قرارات مجلس اداره النادي الاهلي بعد اجتماعهم اللي بيجرى في هذه اللحظات. طيب خلينا نتكلم عن الكوره شويه. نتكلم عن المباراه اللي فاتت والمباراه بتاعت بكره. تمام. اللي هتتلعب باذن الله. الاول عايز اتكلم عن تقييمك للنادي الاهلي في مباراه السوبر. تمام. هل النادي الاهلي تفوق فنيا ولا لا؟ بنسبه كبيره جدا تفوق. يعني تفوق الاهلي بنسبه كبيره تفوق،
وفايلر حقق اللي هو كان عايزه، بس اللي هو كان عايزه مش هو الصواب. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو خلق الفرص بطريقه معينه وقدر يوصل للحاجه اللي هو عايز يوصل لها، بس ما كانش ده الاختيار الامثل. الاهلي يمكن فايلر اعتمد اولا على ان هو من وجهه نظرك من وجهه نظري هو اعتمد ان هو بيعمل الضغط المتقدم كالعاده، بيقرب المسافات فبيعمل الضغط العكس على الخصم، بياخد الكره طول الوقت. هجوميا كان بيجمع الكره في ناحيه مثلا الناحيه اليمين علشان يفرغ المساحه الناحيه الثانيه ويعمل كره عكسيه، اتعامل كتير جدا الكره الطويله العكسيه. للاسف جيرالدو لما بتحط واحد على واحد هو لاعب بيلعب على الخط لبره، فانت لما تحط واحد على واحد فانت عايز اللاعب المراوغ اللي يعرف يا امير اللي يعرف يعمل المراوغه على طريقه رمضان صبحي ويدخل لقلب الملعب عشان يحطك قدام في مواجهه مباشره مع المرمى. انا شفت ان فايلر جمع اللعب كتير على الطرفين عشان يعمل الكره العكسيه سواء لجيرالدو او لحسين الشحات، والاثنين ما كانش عندهم القدره على انهم يقتحموا في واحد على واحد ويعدوا يدخلوا قلب منطقه الزمالك ويشكلوا الخطوره المطلوبه، فكانت دي لعبه من الالعاب اللي كانت ثابته. كمان ما شفتش جيرالدو وحسين الشحات بياخدوا المهام الطبيعيه بتاع الجناحين في النادي الاهلي اللي في الفتره الاخيره بتحصل، هم بيدخلوا جنب المهاجم علشان يخلي الظاهرين سواء علي معلول او محمد هاني يقوموا بواجبهم الطبيعي، فما كانش فيه الكثافه المطلوبه في العمق، عشان كده الاهلي ما قدرش يخلق فرص كتير. وكمان زي ما انا قلت لك جيرالدو وحسين هم لاعبين اقرب للخطوط من العمق، يعني هم ما بينجدوش قوي لما بيدخلوا في القلب. فانا شايف ان دي كانت الازمه الهجوميه، ورغم كده الاهلي تفوق فنيا. الاهلي تفوق فنيا، انا بشوف ان الاهلي كان ناقصه جناح بس بيعرف يلعب واحد على واحد، يعني كان واحد لازم يكون واحد من الاثنين على الطرف بيعرف يلعب واحد على واحد بيعرف يتحول لمهاجم تاني جوه ال 18 عشان يعمل لك الكثافه. وده يمكن انا قلت قبل المباراه يا امير كان اجاي يلعبها كويس قوي. يعني اجاي انت افتقدت اللاعب الجناح اللي بيعمل الحاجات دي. بس في نفس الوقت اجاي لما لعب مهاجم مثلا في مباراه المصري تالق، وفي معظم المباريات اللي شارك فيها مهاجم تالق. بس هو اجاي لما يلعب مهاجم هو افضل مهاجم في الدوري، لما يلعب مهاجم هو افضل مهاجم في الدوري. ولما يلعب جناح هو بعد رمضان صبحي، يعني في غياب رمضان صبحي. ليه بقى؟ لان هو الجناح الوحيد يا امير اللي بيقدر يطلع بالكوره من تحت، الجناح الحريف اللي بيقدر ينزل ياخد الكوره يطور ادائك الهجومي يعمل المراوغه في موقف واحد على واحد تحت الضغط، ما بيعرفش تاخد الكوره منه بسهوله. فده يا امير ما كانش موجود لا يا رمضان صبحي يا اجاي اللي يعملها. للاسف الاهلي كان بيبقى عنده صعوبه مشكله في دي، لان جيرالدو لاعب بيعتمد على سرعته فمحتاج تحط له كوره، وكذلك حسين الشحات سرعته تحط له الكوره خلف المدافع عشان يلعب في المساحه اللي وراه، لكن مين اللي يطلع بالكوره على الطرف من الاجنحه؟ اعتقد ما كانش في حد اقدر من اجاي ان هو يعمل الحته ديت، وكمان هو اللي كان هيقدر يعمل الشغل لعلي معلول بشكل افضل كتير جدا من اللي حصل في المباراه الاخيره. طيب المباراه اللي جايه بقى بكره باذن الله تعالى، توقعاتك لشكل النادي الاهلي هيكون ازاي؟ هل هيبقى في تغييرات في التشكيل؟ خليني الاول بس اعرض معاك قائمه الاهلي، احنا اعلناها مع جمهور النادي الاهلي لكن نعيدها مره ثانيه عشان تبقى عارف مين المتواجد. شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، محمود متولي، رامي ربيعه، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن اشرف، وحسين الشحات، اليو ديانج، وعمرو السولية، اليو بادجي، محمد مجدي قفشه، وعلي معلول، احمد الشيخ، احمد فتحي، حسام عاشور، جيرالدو، ومحمد دهاني. رايك ايه على القايمه وازاي بكره هيلعب النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ يعني اكيد هيكون في مجموعه تغييرات، اشوف ان احنا ممكن يكون في الاعتماد على احمد فتحي مكان محمد هاني. ممكن طبعا بادجي، اكيد بادجي او مروان محسن خلاص كده اجاي مش موجود، فاعتقد بادجي الاقرب، يعني بادجي بادجي هو الاقرب ان يبدا المباراه. في تغييرين تانيين محتملين، يعني يا واحد منهم يا اما الاثنين، وليد سليمان مكان قفشه، واحمد الشيخ على حساب جيرالدو، يعني اتمنى اشوف ده يعني. وممكن فايلر بيفكر بالطريقه دي شويه، بس قفشه تالق الماتش اللي فات، يعني تالق جدا، تالق جدا في الحقيقه. قفشه تالق ولعب مهم جدا طبعا. لكن ممكن هو يستثمر حاله الحوافز الكبيره اللي عند وليد سليمان، خبره وليد سليمان في ماتشات الديربي، رغبته في ان هو يرد بشكل قوي جدا في الملعب، ممكن يستثمر ده. انما انا بشوف ان هو ممكن يلعب باحمد الشيخ على حساب جيرالدو. ليه؟ عشان يعوض الحته اللي انا قلت عليها. احمد الشيخ في واحد على واحد حريف، احمد بيعرف لعيب كوره، لعيب تقيل على الكوره، فيعرف يعمل المراوغه اللي الاهلي ما عرفش يعملها في الماتش الاخير. وكمان لما تحول حسين الشحات ناحيه الشمال هيقدر يعمل لك المراوغه افضل من اليمين، يعني هو دايما بيبقى على الخط بره في اليمين بيطلع بيها لبره فبيصعب مهمته، لكن لما يروح ناحيه الشمال اعتقد ان موضوع المراوغه والاختراق عنده هيبقى اسهل، ان هو يقطع في قلب الملعب ويدخل جوه. فبشوف ان هو ممكن يلعب حسين الشحات في الشمال، احمد الشيخ يمين، بينهم قفشه او وليد سليمان. طيب المطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي في مباراه بكره بعد ما حدث في مباراة الزمالك، المباراة الأخيرة في السوبر، كل الأحداث اللي احنا شفناها وكلام من ده، ايه الرسالة اللي اتقال مش لعيبة الأهلي بس بقى لعيبة الفرقتين؟
تقول ايه؟ لازم اولا ننسى اللي حصل، نكون حريصين كلنا على ان احنا نصوب شكلنا، نصوب الصوره ونحسن من شكلنا اللي حصل قدام العالم كله. اعتقد لعيبه الاهلي بالتحديد مطالبين يكونوا اهدى، لان تم استفزازهم بشكل مش طبيعي جدا في اخر في الساعات الاخيره. ربما القرارات يعني من بدري جدا الناس كلها كانت طاقه من ان يكون هناك توازن في العقوبات بما يضر الاهلي، يعني التوازن كان الناس شايفه ان هو يضر الاهلي. فلعيبه الاهلي اعتقد استفزت اكتر لما شافت ان القرارات كمان مش ما فيهاش توازن، لا ده قاسيه جدا على النادي الاهلي. فاعتقد ان ده هيتسبب في غضب شديد عند اللاعبين، فهم مطالبين والجهاز الفني مطالب ان هو يفصلهم تماما عن اللي حصل وعن اللي بيحصل خارج الملعب، وان يكون في هدوء اكتر في التعامل مع الموضوع، ويعتبروا ان دي 90 دقيقه، هي 90 دقيقة في الأول وفي الآخر. مشوار الدوري أعتقد إن الأهلي بنسبة كبيرة جدا حسمه، فيعتبروها بروفا لمباراة سان داونز اللي هي الأهم واللي هو التحدي الأهم عند النادي. كان عجبني طب أنا في حاجة بس مهمة عايز أقولها، في حاجة مهمة جدا يعني في تويتر دلوقتي اللي كابتن خالد بيومي طبعا المحلل الشهير والمعروف بيقول فيها إيه؟ بيقول إن اللجنة المؤقتة في حيثيات العقوبات لماتش السوبر أكدت إنها استندت إلى شريط المباراة وبعض اللقطات المعينة التي استلمها أو استلمتها بشكل رسمي من الجهة الناقلة. تمام. اللي هي مين؟ أبو ظبي. تمام؟ وسؤالي رئيس القنوات اللي هو يعقوب السعدي أكد لي أنه لم يعطي أي مسؤول في اللجنة لا شريط ولا لقطات، ولذا هذا البند عاري تماما من الصحة. تعليقك إيه؟ طبعا أنت عندك تعليق أصلا؟ اصل انت كده ما حدش يقدر يشكك في كلام الكابتن خالد لانه موجود في ابو ظبي ومعروف. تاني يا جماعه الموضوع ببساطه، يعني الكابتن خالد بيومي هو طبعا محلل في قناه ابو ظبي احنا عارفين وشفناه على مدار الايام قبل مباراه السوبر، بيقول يا جماعه الحيثيات بتاعه قرارات لجنه الانضباط بتقول ان احنا رجعنا كل الشرايط اللي خاصه بالمباراه وكل الاحداث اللي حصلت وخدنا كل اللقطات، وخصوصا مش عارف كان في كام كاميرا بتصور وان المباراه كانت بالفار وكده، وخدنا كل اللقطات دي وبناء على اللقطات دي احنا خدنا القرارات دي بالحيثيات دي. فالراجل خالد بيومي قال لهم ايه؟ قال لهم يا جماعه انا رجعت لرئيس القنوات ابو ظبي اللي هو رئيس قنوات ابو ظبي اللي هو يعقوب السعدي، ونفى تماما ان في اي شريط خرج بخصوص المباراه لاي مسؤول في الكره المصريه، عشان الموضوع يبقى واضح. يعني بيقول بشكل صريح ان انتوا بتكذبوا، يعني هو ده معنى البوست ان انتوا بتكذبوا. قال لك كمان الكلام عاري تماما من الصحه. وطالما انت بتقول للناس ان انتوا بتكذبوا فهتتناقش معاهم في ايه تاني؟ يعني احنا هنقعد يعني بنتناقش في حيثيات ولوائح ونصوص وتجني ومجاملات، وفي الاساس الناس اعتمدت على انها من البدايه بتكذب عليك، يعني انت محتاج ايه اكتر من انها الناس كذبت عليك وقالت لك انها استخدمت وسيله مش متاحه بالاساس. بقول لك ايه، هو اعتداء طارق حامد على كهربا او تدخل، يعني تدخل عنيف جدا وتدخل حازم امام وكهربا بيلعب رامي التماس، ده مبرره ايه؟ وليه ما اتخذش في الاعتبارات؟ حكم المباراه ضعيف جدا وحكم المباراه بكره اضعف، وده بيعكس لك برضو ان 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 الاداره من البدايه غلط. يعني فعليا يعني هو مين بيختار حكام المباريات؟ المجلس بالتنسيق مع لجنه الحكام، يعني المفروض لجنه الحكام هي اللي تتحرك. انا فين رئيس لجنه الحكام؟ هتكلم بشكل فاضي متفرغ؟ لا، ما انا وقلت الكلام ده امير معاك من شهور، قلت من شهور طويله جدا وانا موجود معاك هنا في بدايته ان الراجل عنده شغل في السعوديه، وان كان في خناق على فكره، كان من اسبوع في خناقه بينه وبين طناف موقف حالي. ما بين مين؟ ما بين كابتن جمال غندور وعمرو الجناين. ليه؟ لان هو موجود في السعوديه عنده شغل في السعوديه 20 يوم، وعمرو الجناين عارف ان هو مش هيرجع غير بعد بطوله الشباب اللي بتتلعب، الشباب العرب اللي هي فيها منتخب مصر موجود هناك، هو عنده شغل خاص بيها فمش هيرجع غير بعد 20 يوم. فرئيس لجنه التحكيم في ظل الظرف اللي بتعيشه الكره المصريه ومباراتين قمه في اربع ايام مش موجود، اللي هو ما كانش موجود يعني. فحصلت الخلاف فاضطر كابتن جمال يرجع، يعني كابتن جمال غندور اضطر يرجع من السعوديه بسبب الخلافات ديت، وان فعليا حصل تواصل مع بديل ليه، يعني مع بديل ليه رئيس لجنه الحكام، لانه شايفين ان هو كده مش متفرغ، مش مدي وقته، مش مدي تفكيره ومشروعه للجنه الحكام، رغم ان هو بيتقاضى مبلغ كان ست اضعاف اللي قبله. يعني يمكن انا قلت لك برضو الكلام ده معاك امير قبل كده، مبلغ اضعاف ست اضعاف اللي قبله، فده يخليك ان انت تتفرغ تماما للحته دي، لان دي مش سهله، لان دي اساس انت لما توفر العداله التحكيميه اولا هتخفف من حده الخلافات اللي حاصله. فاختيار الحكم كان ضعيف، الحكم لم يحمي كهربا فاستفز، يعني كهربا في الكره الاولى والثانيه واضح جدا ان لعيبه الزمالك استفزته، فهنا الحكم على اقل تقدير لو مش هينذر لعيب الزمالك فكان لازم يتكلم معاهم بشكل شفهي، كان يبقى واضح بشكل قوي ان هو بيقول ان اللي حصل ده ما ينفعش، فبالتالي اوفر الحمايه للاعب، لكن انت تركت الموضوع كان ما فيش حاجه حصلت، تدخل عنيف مر بشكل عادي جدا
فكهرباء وصل له احساس ان انا هاخد حقي بايدي طالما مفيش حاجه موجود. فطبعا اختيارات الحكام سواء المباراه دي او المباراه اللي قبلها علامات استفهام كبيره جدا عليها، حكام من الصف اول المفترض يكون فيه اهتمام اكبر من كده. طيب انا عايز اعيد تاني تويتت الكابتن خالد بيومي وكلام مهم جدا، لان ده يثير شكوك كبيره جدا جدا جدا. يعني قال لك اللجنه المؤقته، اهو يا سعيد بص معايا، اللجنه المؤقته في حيثيات العقوبات لماتش السوبر اكدت انها استندت الى شريط المباراه وبعض اللقطات عفوا اللقطات المعينه التي استلمتها بشكل رسمي من الجهه الناقله. وابو سؤالي اللي هو سؤال مين؟ سؤاله هو كابتن خالد بيومي لرئيس القنوات اللي هو مين؟ يعقوب السعدي، اكد لي انه لم يعطي اي مسؤول في اللجنه لا شريط ولا لقطات، ولذا هذا البند عاري تماما من الصحه. اذا قنوات ابو ظبي اهي بتنفي ان احنا ادينا اي اشرطه للمباراه لاي حد، وما اعتمدتش على، يبقى ده الراجل ده بيقول ان هو ما اعتمدش على فيديوهات ابو ظبي. امال اعتمدوا على ايه بقى؟ اعتمد على الصوره اللي انت عرضتها يا امير. هو كان موجود في الملعب، شفت الصوره، شفت حاله الغضب اللي هو كان فيها تجاه كهربا. هو اعتمد على الحاله دي والمشاعر اللي هو شافها بنفسه في الملعب، وبناء عليها بنى رؤيته وموقفه من بدري. يعني كان واضح قوي ان الراجل الغضبان من كهربا واللي بيحضن وبيحتفل مع شيكابالا انه بنى موقفه هنا في اللقطه دي من خلال وجوده هو على ارضيه الملعب، مش من خلال الفيديوهات اللي تم ان هو ادعى ان هو رجع لها. دي فيديوهات هو بنى موقفه هنا هنا، مش بفيديوهات ابو ظبي زي ما هو ادعى وزي ما كابتن خالد بيومي كشف الحقيقه دلوقتي حالا. هو بنى موقفه في اللقطه دي وفي المشاهد دي وفي الصوره، وفي الصوره اللي ظهر فيها بيعامل كهربا بطريقه سيئه جدا. شوف واضح جدا ان مشاعره صادقه، صادقه في ان هو بيحتفل فعلا، هو بيحتفل كمشجع زملكاوي باسم الله. ده بيقول له وش حلو، بيقول له وش حلو، واحتفال مش طبيعي. يعني بصراحه عار جدا ان يكون على راس منظومه كبيره زي الكوره المصريه شخص بينتمي ويحتفل مع نادي بالشكل ده. لازم يتم اعاده النظر بشكل كامل يعني في الموضوع. هل هو ما وثقتش فيها قبل كده اصلا؟ يعني انا شخصيا ما وثقتش فيها ابدا، لا قبل كده ولا بعد كده. واضح جدا يعني من بدايه شغلها، وكمان ما بتشتغلش بشكل مستقل. يعني في النهايه هي ما بتشتغلش بشكل مستقل، وبتسمع كلام من الخلف بيجي لها وبتنفذ المطلوب منها عادي جدا يعني. فهي لجنه ما اعتقدش انها تصلح لاداره الكره المصريه، ولا ترتقي لفكره انها تخطط للكره المصريه في ظل المشكله اللي حاصله في الفتره الاخيره. لا تعليق في الحقيقه اكتر، يعني مش عارف، الموضوع بقى واضح وضوح الشمس للناس. هو في تعليق بصراحه، يعني الانتماءات غالبه على القرارات. بدليل ايه؟ بدليل الفيديوهات. بدليل ايه؟ بدليل لما الحيثيات بتتقال بشكل ما فيهوش اي نوع من انواع الحقيقه. بدليل ايه كمان؟ بدليل نفي قنوات ابو ظبي عن طريق الكابتن خالد بيومي. والكابتن خالد بيومي بقى هنا ايه؟ لا اهلاوي ولا زملكاوي، ده راجل محايد اسماعيلاوي اصلا. يعني هو ملوش لا مصلحه هنا ولا مصلحه هنا. هو بنفسه كده اهو سال الاعلامي الكبير يعقوب السعدي اللي هو رئيس قنوات ابو ظبي، انت فعلا اديته هنا كقناه اديته فيديوهات؟ اصل الحساب بتقول كذا. قال له لا مفيش. ده معناه ايه يا جماعه؟ معناه ان في تضليل عن الحقائق وعن الشعب، مش عايز اقول الشعب المصري، عن جميع الكره المصريه. يعني احنا بناخد قرارات عكس الحقائق اللي حصلت، بدليل كمان ايه؟ سرد الاحداث بشكل خاطئ، اللي يجيب لك تصرف شيكابالا قبل ما يجيب لك اللي خلى تصرف كهربا قبل ما يجيب لك اللي خلى كهربا يتصرف بالطريقه دي اللي هو عبد الله جمعه. حط كهربا اولا وعبد الله جمعه خامسا. فالموضوع واضح وضوح الشمس يا جماعه يعني للاسف. عندك اي تعليق تاني؟ لا انا بتمنى ان يكون في تدخل من مستوى اعلى من الدوله. يعني انا بصراحه يعني بستغرب جدا 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 من صمت الدكتور اشرف صبحي في الجو ده. يعني انا مش عارف هو ازاي الراجل بيتحلى بالصمت الكامل ده في ظل الظروف دي. مفترض يكون في تدخل اقوى منه، تدخل من لو هو مش قادر يتدخل المفروض في تدخل من رئاسه الوزراء نفسها. لان واضح جدا ان انت بتجر الناس الى مشكله ثانيه، مشكله كبيره كلنا هنزعل. يا جماعه مش لازم يا جماعه حد يموت عشان نحس ان في مصيبه. اللي بيحصل حاليا، وفي الحقيقه احنا نبهنا من البدايه يا جماعه، ما ينفعش حد بهذا الانتماء الكبير وهو مش محد. يعني بص انا عايز اقول لك على حاجه، ما نقدرش نلوم عمرو الجنايني ان هو منتمي لنادي الزمالك، حقه كل واحد يشجع النادي اللي هو عايزه. صحيح. لكن اللي في مكانه ده لازم يبقى محايد غصب عنه.
لازم يبقى محايد. صحيح. لكن هو الواضح جدا عليه انتمائه في تصرفاته، مش قادر يخفي حتى، مش قادر يتحكم في مشاعر. طب يعني مشاعرك ملكك لكن قراراتك مش ملكك. بالظبط. طريقه ادارتك مش ملكك، طريقه ادارتك دي ده مشروع، ده ملك للاتحاد، ملك للدوله، ملك للبلد. فلو انت هتتاثر عاطفيا بقراراتك فاعتقد ان انت ده مش موقعك وده مش مكانك، اعتقد ان انت ممكن تشوف مكان تاني. واعتقد ان الدكتور اشرف صبحي مطالب بالتدخل دلوقتي حالا، ما ينفعش يتاخر اكتر من كده، يكون في جلسه، يكون في حديث عن ضروره تغيير الشكل اللي بيتم اداره الامور بيه في الفتره الاخيره. لان لو استمرنا على كده زي ما قلنا يا امير، احنا مش لازم نصل يا جماعه لمرحله الكارثه، او احنا فعليا يا امير حاليا احنا في مرحله الكارثه، احنا بنعيش الكارثه او بناء الكارثه، ما يسبق الكارثه بشكل مش كابتن خالد بهيمي كمان اتكلم في تويتر اخرى كلام مهم جدا، قال معلوماتي ان كل قرارات لجنه الانضباط فيها عوار، والسبب تعلموا اللجنه المؤقته ان المباراه اقيمت بدون مراقب للجنه الحكام، والمفروض والمتبع ان يكون هناك ثلاثه تقارير، الحكم ولجنه المسابقات ولجنه الحكام، والاخير ما جاش. دي كوميديا، دي يعني دي كوميديا بقى. مفيش مراقب للمباراه، يعني مش عارف نقول ايه اكتر من اللي احنا قلناه، يعني مفيش مراقب للمباراه، يعني مفيش مباراه اساسا من المفترض. طيب توقعاتك لماتش بكره سريعا. مش هيتلعب. ماشي هنشوف. لو اتلعبت مباراه الاهلي والزمالك بكره ان شاء الله اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، ان انت تكسب جوانب معنويه مهمه جدا قبل تحديات مباريات سان داونز الذهاب والاياب، وان انت تشتغل على هدفك الاساسي وبطوله دوري ابطال افريقيا بعد حسم بطوله الدوري بنسبه كبيره. مش عايز اقول طبعا ان هي اتحسمت لان المنافسه اكيد قائمه، لكن في كل الاحوال الاهلي هو الاقرب، فانت بتركز تحديثك بشكل كامل، بتنسى اللي فات، بترمي كل ورا ظهرك وبتفكر في مصلحتك واللي يسعد جمهورك، وده اللي بيشتغل عليه المسؤولين في النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين. ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله في مباراه الغد. استاذ سعيد علي انا بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك جدا يا امير. بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالدستور، واتكلمنا في ملفات كتير جدا. بكره مش هيبقى في حلقه كلام في الميديا عشان الماتش الساعه 7:30 مباراه الاهلي والزمالك. ان شاء الله نلتقي بعد بكره باذن الله في حلقه جديده من كلام في الميديا، باذن الله نبارك فيها فوز النادي الاهلي على الزمالك. الى اللقاء.